هذه الليلة ممتلئة بالحب والوفاء تحت أمرك يا وطن، من الرياض الشامخة إلى جازان الفل. تحت أمرك يا وطن نذود عنك بكل حب ووفاء. تحت أمرك يا وطن نصدح بها ولو كره الكارهون. تحت أمرك يا وطن هو برنامج ثقافي يقدمه نادي جازان الأدبي. في هذه المرة كان العنوان الفن في مواجهة الإرهاب. القوة الناعمة كما نعلم، ومنها الفن الذي هو صناعة الحياة، مثلما هو الإرهاب صناعة الموت. لذلك عند مواجهة الإرهاب والتطرف والتصرفات الغير إنسانية، يجد الإنسان نفسه في اتجاه تلقائي نحو كل ما يرقى بالمشاعر النبيلة والحس البشري، وهو ما قادنا لهذه الندوة. فالفن هو ملاذنا في هذه المواجهة. أسعد كثيرا بتقديم وإدارة هذه الندوة بجانب شخصيات كبيرة مقاما وقدرا، وسأبدأ بالتعريف بضيف الندوة الأول، مستشارا لوزير الثقافة والإعلام سابقا والمشرف العام على مسرح التلفزيون، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، عضو ومؤسس لاتحاد المسرحيين العرب، عضو في عدد من لجان التحكيم الفنية والثقافية، حاز على عدة جوائز في مجال المسرح والأفلام والدراما، ساهم بشكل كبير في إثراء الوسط الثقافي بمشاركاته كمتحدث في عدد من الندوات الفنية. قدم ما يقارب 15 عملا فنيا ودراميا استطاع من خلالها تجسيد شخصيات تعبر في مضمونها عن خطر الإرهاب. الأستاذ القدير والأكاديمي الفنان الأستاذ عبد الله السناني، الكلمة لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البداية يجب أن أكون عادة، بما أني أنا جاي من الجامعة يجب أن أكون في ورقة أقدمها، خاصة حنا في الساينس، والدكتور أحمد يدري أن حنا عادة حنا بحوثنا تجي على صفحة أو على صفحة ونص، مش زي المجال الأدبي تأخذ لها مساحة كبرى لأنها ما شاء الله معادلات وإلى آخر. فأنا أخذت هذا التوجه في الناحية الأدبية، فأنا كتبت لي موضوع بداية كمقدمة لهذه الندوة. اسمحوا لي، نؤمن نحن، والمفترض الكل من ينتسب للفن أن يؤمن بهذا الشيء، نؤمن بأن الفن رسالة. ومع الأسف أن كثير من الذين يمتهنون الفن لا يرون أن الفن رسالة، وأنا أقولها من تجربة. هذا الرسالة كمفهومنا نحن هي رسالة سامية ترتقي بالروح وتوسع الآفاق، وهو يقدم الصوت والصورة ما هو أبلغ كثيرا مما يقدمه الخطاب الإعلامي من وجهة نظري أنا. ولعل هنا أدعو للتعاون، وتعاون فعال وبناء بين المؤسسات، خاصة سواء كانت مؤسسات تعليمية أو المؤسسات التي تعتني بالشأن الديني والشأن الصناعي والاقتصادي، وكل المؤسسات التي تعتني بشكل مباشر للمجتمع. أدعوهم بالتواجد مع أهل الفن للخروج للنور بمشاهد أكثر ثراء وقوة تأثير، ومعالجة لما أصابنا من آلام وعوار لما جراء تلك المواجهة الصعبة والشرسة على مدار السنوات العشر الأخيرة، ما يستوجب طرح استراتيجية جديدة، استراتيجية تجمع جهود كل المهتمين بقضية المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب. لأننا جميعا أمام خطر يهددنا كلنا، خطر رغم انتصارنا الأمني عليه إلا أن أفكاره ومخاطره ما زالت قائمة في الشرق والغرب، وبات من الضروري بمكان إعادة النظر في توظيف كل إمكانات الأمة المتاحة.
يعني هنالك يعني نحن نعاني أن يكون لنا دور مهم خاصة في المؤسسات، يكون دور الفن له دور مهم وفعال، والحمد لله في رؤية 2030 بدأت الصورة واضحة ومتكاملة، ولم نأخذ تلك التبعات أو نأخذها بمراحل طويلة، إنما أخذناها والحمد لله بشكل أوسع وبوقت قصير جدا. أهم حاجة عندي أنا هو النشأ. هنا المؤسسة التعليمية مهمة جدا بالنسبة لهذه القضية، يجب تخصيص مساحات مهمة، هذا أول شيء أنا أطالب فيه. هنا خطابي إلى التعليم، سواء كان التعليم الجامعي، تعليم المراحل الابتدائية، تعليم الصناعي، كل ما يتعلق بالتعليم يجب أن يكون يساهم في بناء تخصص مساحات في مصحات مهمة في مناهجنا التعليمية للفن. يعني حصة واحدة في الأسبوع، يعني أنا أذكر أنا حصة واحدة أو حصتين، وبعدين إذا قلت للأستاذ اللي رايح للفن ينظر لك بنظرة يعني دونية، أنك أنت رايح بروفات، وإحنا نعاني يعني في بداياتنا كيف أن يعني كل جامعات العالم المسرح والفنون والرسم التشكيلي والسينما والرواية تحسب للطالب كمادة حرة وتسجل وتدخل في المعدل التراكمي. نحن في جامعاتنا، وهذا نطالب فيه، أن هذه المادة اللي يسمونها اللاصفية لا تحسب. ما هي هذه؟ تمثل في تكوين شخصية الطالب. المسرح مهم في تكوين شخصية الطالب، يعني لا نريد شخصيات منطوية، شخصيات لا تستطيع أن تلقي بشكل جيد، شخصيات لا تحاول أن تكون حوار مع الآخر. هذا كله يعملها المسرح. مش لازم المسرح أنه يصبح ممثلاً، أو يصبح على الأقل يصبح لديه تذوق فني عالي، نفهم ما هذا الفن الذي يقدم لنا، هل هو فن ليس بفن، ويصبح عندنا قناعات أن هذا الذي يقدم هذا هو الفن الحقيقي الذي يأتي من مناخنا ومن بيئتنا ومن عقيدتنا ومن أسلوبنا ومن أسلوب حياتنا جميعا. أضرب لكم مثال في الهند. في الهند كان في إندرا غاندي، كان العالم كله عادة في السينما أو في ثقافة الصورة ينظر، لأن السينما هي إثارة غرائز، صحيح؟ هنالك دخلاء على الفن، هؤلاء الدخلاء يبحثون عن المكسب التجاري، وبالتالي يحطون من ضمن شروط العمل السينمائي أن يكون هنالك مشاهد حميمية لإثارة الغرائز لدى وللشباب، يأخذنا من زوايا مختلفة. لكن السينما الحقيقية ليست إثارة، السينما الحقيقية هي إظهار الصورة الحقيقية ولكن بإيحاء، وهنا يأتي دور الإبداع. يعني هنا يأتي دور الإبداع وليس بشكل مباشر. إندرا غاندي، أرجع لإندرا غاندي، طول السينما من بداياتها يعني بعد الأربعينات كان المشاهد الحميمية جزء لا يتجزأ، خاصة في السينما. إلا في الهند أصبحت لها هوية مختلفة جدا، أنها منعت، يعني معليش عذرا، منعت القبولات، وقعدت 40 سنة تقدم أفلام. هذه الأفلام أصبحت لها في خريطة العالم السينمائية موقع قدم، وأصبح لها سمة، وأصبح لها هوية سينمائية. يعني هناك لغة سينمائية عالمية، أصبح الهنود لهم لغة مختلفة عن جميع دول العالم. طيب ليش ما كان من ضمنها المشاهد الحميمية؟ لأن القرار السياسي أن هذا ليس عمل سينمائي، وأن هذا المجتمع ليس بهذا الشكل، فبالتالي أصبحت جابت الرقصات وجابت الفنون المشتركة في الهنود وجابت كل أنواع الفنون لتغطي هذه اللي يسمونها المساحات الغرائزية. إذا انتهينا منها، أنا المثال اللي طرحته عشان أقول إنه نستطيع أن نصنع سينما بهويتنا، بعقيدتنا، بإبداعنا، ونضع هوية سينمائية سعودية بلغة مشتركة مع العالم.
نحن لسنا كوي، سوري على الكلمة، لسنا مقلدين، لسنا طباعة. صح، نؤمن بالمدارس، نؤمن بالمدرسة الفرنسية والفرنكفورية، ونؤمن بالمدرسة الأمريكية، لكن هذا لا يعني أن نلغي هويتنا. هو هناك تقنية، هنالك تقنية عالية جدا نستخدمها فيما يخص ثقافتنا، وليس نقل مشاهد لنصنع لأنفسنا أن نحن سينمائيين. وهذا الخطاب عادة أقوله للشباب الذين يهتمون بالعمل السينمائي، وليس للأخ فهد حتى لا يأخذ علي ما أخذ. للفن رسالة مهمة يجب أن نعظم توظيفها في مواجهة الإلحاد، ويجب أن نسجل للتاريخ حجم ما بذل من جهود عسكرية وأمنية، وحجم ما حدث في الأمة من دمار، وحجم الثمن الذي دفعته أجيال بأكملها بإجراء هذا جراء هذا الإلحاد. أجدد من هنا دعوة مفتوحة من خلال هذه الندوة للتعاون لجميع المؤسسات والالتقاء مع أهل الفن. هنا إذا قلت أنا التقاء أهل الفن، يجب أن نعرف من هم أهل الفن، يجب أن نعرف حقيقة من هم أهل الفن. هل هم الفن اللي يطلعون في التواصل الاجتماعي؟ هل هو الفن الذي يظهر من خلال اللي نشوفه الآن؟ هل هذا هو الفن الذي نرى؟ إذن يجب أن يكون عندنا مؤسسات، والحمد لله صارت عندنا وزارة، وهي وزارة تعتني بالفن، وهي وزارة الثقافة، وهذا بداية التصحيح الذي نحن نراه كفنانين، وجود مؤسسة حقيقية تكمن في وجود العنصر المهم بالنسبة للعمل السينمائي. التعاون بين العلماء وأهل الفن والسياسة وخبراء ومسؤولين الأمن من أجل الشراكة الحقيقية. كمان لا أنسى هنا رجال الأعمال، كمان كل أعمدة المجتمع يجب أن تتواجد، والاجتماع المباشر وليس عن استحياء مع الفن أو مع المهتمين بمسألة الفنون، من أجل الشراكة لتقديم صورة فنية مكتملة الأركان في مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب. أنا ما ودي أطول عليكم في مسألة التعريف، ولكن أنا عندي تجربة شخصية عشتها في هذا المجال. أنا قدمت أول عمل قبل 12 سنة اسمه دعاة على أبواب جهنم، وقدم هذا العمل في 8 محطات. عشان أثبت لكم كم هذا كان قاسي على الآخر، يعني هم يقولون ما نشوف فن، عندهم الفن حرام، التصوير حرام، التمثيل حرام، بل كتبت فينا فتاوي، وأنتم تعلمون يعني خلال بداياتنا في طاش طلعت فتاوي من رأى منكم طاش ما طاش فهو آثم. فهي هذا بالنسبة للمتلقي، فما بالك بالذي يعمل في العمل الفني، بالتالي هو خارج اللعبة تماما، يعني خارج بالنسبة لمقياسهم. يعني قدمنا دعاة على أبواب جهنم من أنه مؤثر ووصل أنهم هددوا بتفجير القناة التي تعرض هذا المسلسل، ولكن روح الإصرار وروح أننا نعمل من أجل بلدنا ونعمل من أجل مجتمعنا عرضنا هذا العمل. إذن المحطة جاها نصيب، فما بالك بالمشاركين في العمل. فما أنا أعتقد، أنا ما أنسى مثلاً إنسان عادي يدرس في الجامعة عنده أسرته وعياله إلى آخره، يجي الترهيب من خلال الجوال، من خلال الرسائل، شيء يحط حدر الباب، يعني عشان عمل أثر فيهم. ما أنسى أنا جتني رسالة من العراق في رمضان، يعني حتى يوريك أن الفكر مستورد وليس فكر هنا. هذه الرسالة إيش تقول؟ يعني لو أنه إنسان غير مؤمن بالعمل الفني وبهذه الرسالة، يمكن كمان أنا يعني أخف شوي. سنجعلك قربانا لهذا الشهر. أوكي. وأنا هنا قلت لكم في الرسالة أن المرحلة ليست مرحلة سنة أو سنتين، هذا من 12 سنة. قدمنا في سيلفي قبل سنتين
بيضة الحجر، وقدمنا بشكل كوميدي، نعرف أن الكوميديا تصل بشكل أسرع. قلنا خلاص خلاص الإرهاب، ما في، انتهينا ل 12 سنة، لكن كان موجود، لا زالوا موجودين تلك الخلايا النائمة تحاول أن تسيطر وتحاول أن تعيق الفن للوصول للآخر أو الوصول، لأن هذا يعتبر وعي. فطولت أنا، فرسالة كانت رسائل قبل 12 سنة، لكن بعد سيلفي جتنا مكالمات. يعني أنت تتخيل، أنا لن أقيس لكم أبنائي وبناتي ومكبار وتخرجوا الحمد لله، لكن كيف كانوا يعانون، أنه أبوكم فيه، أبوكم هذا فاسق، وأبوكم علماني، وهل تهم جاهزة لتعلق على الـ على الـ على الإنسان. جانا التهديد يقول لي عساك أنت أصلع عشان ما تتعبنا في نحرك. هذا قبل 3 سنوات. إذن الفن وصل وكان قوي وكان مهم وكان أساسي لإخراجهم من تلك الجحور. لذلك أنا أرى أن الفن هو وسيلة من أكبر الوسائل في المعرفة، في إضاءة المساحات المظلمة في مجتمعنا. فبالتالي أنا أرى الفن مهم، وأراه في نظري أنه يجب، خاصة هنا خطابي للتعليم في الجامعات، وهنا أكرر على مسألة كل جامعات العالم تكون مادة المسرح ومادة السينما والرواية والرسم التشكيلي هي مادة حرة تسجل في الدراسة كشيء مهم وتميز. وأضرب لكم أمثلة في الجامعات الأمريكية، وحنا ندرس في الجامعات الأمريكية، تعطى منح للاعبين، تلقى لاعب في سلة في مدرسة من المدارس لكنه مميز، فتعطي الجامعة له منحة يجي هذا الطالب يدرس فيها، فما بالك بكل المسائل الأخرى سواء كان فن أو رسم إلى آخر. أنا أطالب وزارة التعليم العالي ممثلة في وزيرنا المحبوب وفي مدراء جامعاتنا أن تحسب تلك المواد مواد أساسية وتحسب للطالب، ولا ينظر له نظرة كما عانيناها إحنا كطلبة أيام الجامعة. إذا قلت له أروح للبروفا يقول لي أخصم عليك غياب، رغم وين بقدم هذا العمل، بقدم داخل الجامعة وبقدم في الحفل الختامي للجامعة. فكان هذا هناك الفصل بين التعليم وبين الفن، وأعتقد ما في أستاذ في العالم لا يرى أن الفن هو ملتصق بالتعليم. وأكبر دليل لو رأينا الآن كل الاختراعات العلمية اللي نلاحظها نشاهدها قبل من خلال السينما، لم نعرف الفضاء ولم نعرف الأبلو ولم نعرف هذا خاصة للعقل البشري العادي إلا من خلال هذه الثقافة وهي ثقافة الصور. أنا آسف على الإطالة واعذروني، شكرا. شكراً سيد عبد الله. ضيفنا الثاني في هذه الندوة يتنفس المسرح، ومن رموز الفن المسرحي في الوطن العربي، سلاحه الأقوى النص دائماً، يكرس أفكاره من أجل الذود عن وطنه، سيرته الذاتية ممتلئة بالإبداع والجوائز ولم أستطع حصرها حقيقة. عدد الأعمال المسرحية المنفذة ما يقارب 50 عملاً مسرحياً، ويعتبر من أبرز صناع الفن في مملكتنا الحبيبة، الشاعر الذي يكتب النثر الأستاذ فهد الحارثي. طاب مساءكم بكل خير. أجد من نافلة القول أن أعيد مرة أخرى شكر نادي جازان على هذه الاستضافة، وأشكر كل الوجوه الجميلة التي تشبه الفل وهي تلتقينا بحالة البياض الجميلة. أنت في مدينة الجمال، وبالتالي لا بد أن تتعامل مع الجمال في كل أجزائه. أتذكر عندما اتصل بي الزميل عبد الله عقيل لكي يطرح علي فكرة الموضوع وليعطيني العنوان، وكان بجانبي صديق قال لي ماذا
قلت هو الإرهاب والكباب. وكنا في جدل سابق حول هذه العلاقة، ليست علاقة الفيلم لكن علاقة الإرهاب بالكباب وبما يوازي الكباب. ثم ذهبت في مرحلة أخرى، بدأت في عملية التفكير، ما من أين سأبدأ؟ الموضوع طويل ومعقد وعسير ولم يكن سطحيا ولا هامشيا، بدأ يزرع نفسه في المجتمع تدريجيا، توغلت جذوره في الأسفل وعلى مكانه في الأعلى، فعرفت أني أمام مشكلة. هل أذهب نحو المصطلح والتعريفات الموجودة وتعريف الإرهاب وتفصيله؟ وجدت أني لن أذهب إلى شيء، فقد ذهب السابقون بكل أمر في هذا الموضوع. ثم أخذت أفكر، هل هنالك علاقة بين الفن والإرهاب؟ قد لا توجد علاقة وقد توجد. بدأت في حالة من البحث عن هذه القوى الناعمة ومدى تأثيرها على المجتمع. دعوني أنقلكم الآن إلى مجموعة مشاهد قد نستطيع من خلالها أن نصل إلى ما نريد. طفل يخرج من بيته متوجها إلى المدرسة، فناء المدرسة الصغير يستقبله بالأغاني الوطنية، ليست الأناشيد، الأغاني الوطنية بالموسيقى كاملة، ثم يقف في طابور الصباح لكي يقول عاش الوطن، عاشت المملكة العربية السعودية، ثم يذهب إلى فصله. بعد 3 حصص بالتحديد يقرأ جرس الفسحة فينزل مع أصدقائه لكي يلعب في الفناء وهو يسمع إلى برامج الإذاعة ومن ضمنها هذه الأغاني الوطنية. ثم في حفلات نهاية السنة ومنتصف السنة يحضر مطربون إلى مدرسته يعزفون على العود ويغنون، هو يشاهد ذلك. ثم هو يقوم بنشاط مسرحي داخل المدرسة. هذا ما كان عليه حالنا في عام 87 و88 و90. سأنقل إلى صورة أخرى، مشهد ثاني. طفل يذهب إلى ساحة المدرسة الكبيرة، يدخل إلى المدرسة فتستقبله الأناشيد الدينية الجهادية التي كانت في تلك الفترة منتشرة، وكانت تحرض على الجهاد في أفغانستان وفي سراييفو وفي الآلام التي يشكو منها العالم الإسلامي. ثم يبدأ يومه بخطبة لرائد التوعية الإسلامية يتكلم فيها عن تحريم الدش وعن الفيديو وعن الموبقات التي تحصل، ويطلب من الطلاب أن يأتوا له بأشرطة الغناء لكي يستبدلها لهم بأشرطة دينية تستطيع أن تكون معينا لهم لدخولهم إلى الجنان. ثم بعد ذلك يصعد الطالب إلى فصله ليلقى نفس الكلام، ثم يذهب للفسحة ليعاني من نفس ما يغسل الذهن تماما في اتجاه معين. أتكلم عن 1410 وما بعدها، سبقها شيء وسبق الآخر شيء. عندما اعتمد التعليم على مجموعة الأخوان المسلمين الذين تسللوا ببطء شديد وبدراسة واعية إلى المدارس والتعليم، ثم انتقل الأمر في نفس الصورة إلى المجتمع. سأذهب إلى منطقة أخرى وإلى مشهد ثالث، ذلك الطفل الذي ترسله أمه لكي يذهب إلى السوق لشراء بعض الأشياء، وهو يمشي وجميع المحلات التجارية تبث أغاني لطلال ومحمد وفوزي محسون، وهو يسمعها من كل المحلات عالية الصوت بحيث أن الأغنية لا يمكن أن تنقطع في مسارها. في حفل جارهم الذي أقيم وحضره مطرب ومطربان وأصبح فيه العزف والموال والمجس، في حفلات التي كانت تقام عندما يأتي الملك فيصل
أو يأتي الملك عبد السعود قبله ثم فيصل ثم خالد، فتقام في كل حي حفل فني وتسمع فيه الموسيقى والغناء. في السينما التي كان يذهب إليها مع أقرانه وكانت منتشرة كقاعات بسيطة وقاعات أفخم وتعرض أفلاما متنوعة، هي نفس التاريخ. ثم سأنقل لصورة أخرى لنفس هذا المجتمع بعد سنوات، تمر في الأسواق الواجمة لا تسمع صوتا لا تسمع شيئا. سيهدي لك رجل عابر شريطا إسلاميا، سيوقفك عند الإشارة شخص ما لكي يهدي لك شريطا، ستذهب إلى المسجد لكي تجد أشخاصا في خارج المسجد يهدونك أشرطة إسلامية، ستذهب إلى أي مكان وتسمع في المسجد وأنت في خطبة الجمعة وفي خطبة التوعية ما يشير إلى أن هذا الفن حرام وأنه رزق من عمل الشيطان في مجمله دون التفصيل. وستذهب إلى هذه المناطق، هذا التحريم التمثيل لأنه كذب، تحريم كذا، ثم تحارب هذه من قبل في المدرسة عندما يحذف اسم النشاط المسرحي ويحول إلى نشاط ثقافي هكذا، لأن المسرح لفظه حرام فما بالك بتمثيله وتقديمه. سأذهب إلى مشهد سادس بعيد عن هذه المشاهد، أدخل لقاعة الجمعية في الطائف وأجد زميلي أحمد الأحمري وحوله حدود 80 شاب يتدربون على المسرح في الحركة والإيقاع والصوت والسولفيج الصوتي وكيف يستطيع أن يوظف حركات جسده. أفكر قليلا، هؤلاء جميعا 80 شاب لو خرجوا إلى الأسواق ماذا كانوا سيعملون؟ لو خرجوا إلى أماكن أخرى في وسط هذا الفراغ. وهنا سأعود إلى النقطة المهمة، لقد استغل هؤلاء بشدة هذا الفراغ، استطاعوا أن يستولوا على هذا الفراغ ثم يشحنوا هذه المنطقة بأفكارهم، هذا التحريم، هذا المعاداة للمجتمع، المعاداة أصبح في كل بيت مشكلة. سيأتي الابن من الخارج لكي يحارب أباء التلفزيون، التلفزيون حرام والفيديو حرام وأنت حرام وفعلك حرام. وقد يتمادى الأمر إلى ما سمعناه في قصص أخرى من قتل هذا الابن لأباه، كيف يقتل؟ بأي منطق؟ في أي دين؟ في أي ملة؟ سيفجر مساجد، هل هذا ينتمي للدين؟ أبدا، سينتمي كل ذلك إلى عمل شيطاني هو نبت إرهابي. سأذهب الآن إلى استشهاد بسيط في لكاتبة دكتور عزة هيكل عندما تقول: فحين منع المسرح المدرسي والأنشطة من الجامعات واختفى صوت الموسيقى وقاعات الشعر والرسم والتمثيل، تسللت هنا خفافيش التعصب الأسود إلى شباب المدارس والجامعات وعبر وسائط التكنولوجيا، واستطاعت أن تحولهم إلى وحوش آدمية في كتائب وجماعات إرهابية تقتل نفسها وتقتل مجتمعها وتدمر كل الأشياء من حولها. حتى نقضي على هذا التخلف يجب أن نعود مرة أخرى في هذه المشاهد إلى المشهد الأول، المدرسة، عندما نستطيع أن نصلح من قطاع التعليم وندخل الأشياء الجمالية التي تزيد من الذائقة الفنية، عندما نتوقف في الرسم عن قطع الرؤوس وقد حصل ذلك في فترات طويلة ويبدو أنه حتى الآن عندما يمسك الطالب قلمه ثم يقص رأس الشخص الموجود في الكتاب ثم يقص في الرسم، هذه الرؤوس يجب أن تقطع. هو على ماذا يدرب؟ عندما نشاهد بعد ذلك ما يحصل من قطع الرؤوس لن نستغربه، هنالك من دربه طوال هذه الفترة أن عملية قطع الرأس هي مجرد خط بقلم، ضربة سيف، هي كلها سواسية. الوقت يدركني أعتقد، سأضيف إضافة بسيطة فقط لما أتكلم تحديدا عن المسرح، وكل الفنون بالتالي خاضعة لهذا، لكن المسرح
هو مكان ووعاء ليس فقط في العمل المسرحي الذي نشاهده، هو مكان لتجميع مجموعة كبيرة من الأشخاص اتفقوا على منطقة معينة، هم يتدربوا خلال تدريباتهم، هم ينموا قدراتهم. أنا ما أشاهده في الورش المسرحية الموجودة عندنا في الطائف تحديدا، اللي أتكلم عن هذا الإشغال والاشتغال على مجموعة 100 شخص من الأفراد، ليست في لبعدهم عن الإرهاب فقط، لكن لتنمية شخصياتهم وذواتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم، ولدي كثير من النماذج التي تحولت من النقيض إلى النقيض، قد لا تكون ناجحة مسرحيا فيما بعد، لكنها نجحت مجتمعيا ووصلت إلى أماكن عالية جدا بفضل هذا التذوق الجمالي للأشياء. نحن أمام مرض عضال، وهذا المرض حتى نخرج منه هنالك أعراض انسحابية، وهو ما يحصل الآن في المجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الرؤية الجميلة التي نعيشها في هذا البلد و2030 وما بعدها وما قبلها. أتصور أننا نخطو خطوات سريعة نحو الأمام، ونستطيع أن نتخلص من الأعراض الانسحابية في أقل فترة ممكن، لأنه هذا الداء التي ترسخ في كل بيت، ليس يعني لم يوجد شخص مننا إلا وفي بيته هذا المرض، ويجب أن يعالجه، وهنالك أعراض انسحابية ستحصل، فكيف يستطيع أن يعالج هذه الأشياء؟ لكني وجدت مجموعة من الإشارات في الفترة الأخيرة، ربما في الشهر الأخير، تبشر بخير عظيم. كان من هذه الأشياء هو وجود الموسيقى في العروض المسرحية المدرسية، وقد كانت محرمة قطعيا، لكن الآن في الفترة الأخيرة في مهرجان المدارس أصبحت تستخدم هذه الموسيقى، بدأت على استحياء وبدأت بمعارضة، لكنها انطلقت الآن، وأصبح استخدام هذه الموسيقى ليس مشينا أو معيبا للعرض المسرحي. أيضا هنالك تغيير مجتمعي في نمطية الأعراس، كما نعرف مرت فترة طويلة علينا أعراسنا صامتة مؤلمة كئيبة، لا تكاد تدخل إلى المكان حتى تنتظر العشاء، حتى يقول عشاء وتهرب من حجم الكآبة الموجودة فيها. توقفت الغناء والألعاب الشعبية والفرح، لم يعد هنالك إلا، وأحيان كثيرة يتمادى بالموضوع فيأتون بخطيب يخطب عن الموت وعن القبر وعن إلى آخره، لنكد على في الآونة الأخيرة بدأت تظهر الحفلات الفنون الشعبية في كل الزواجات، وبدأ الناس يعودوا إلى إنسانيتهم وإنسانهم الطبيعي. في منظر الأسبوع الماضي كان مثير جدا للرصد، جامعة الطائف تقيم أسبوعها أو برنامج صباحي فيه عزف للموسيقى داخل الكلية وغناء لكبار، هنا إشارة خطيرة للغاية. هذه الجامعة التي كانت وقد عمل لفترة طويلة أنه هي مكان للعلم فقط لا مكان فيها للفن، هي تنفتح الآن على نواحي كثيرة، من المسرح إلى الغناء إلى الموسيقى، وهي إشارة خطيرة للغاية. أيضا كان من الأشياء الجميلة التي شفتها في خلال اليوتيوب، شباب في فصل أقفلوا عليهم الباب في فترة راحة بين حصة وحصة، ولديهم ولد شاب جميل، ومن بعد مزح ولعب، وبدأوا يمزحوا ويلعبوا ويغنوا غناء سليما دون أن يخشوا عواقب ما سيحدث. في فترة سابقة كان ممكن أن يعاقبوا بالطرد، الآن هي ظاهرة صحية وجميلة. بالتأكيد أننا إذا أردنا أن نتخلص من هذا الداء علينا أن نعود للإنسان في داخلنا، هذا الإنسان الذي حطم لفترات طويلة وبرمج لفترات طويلة، يجب أن يعود إليه إنسانه عبر تفاصيل كثيرة أتصور المجتمع قادر على تجاوزها إن شاء الله. أشكر لكم استماعكم، وآسف إذا طولت عليكم. شكرا أستاذ فهد. ضيفتنا الثالثة في هذه الندوة 1700 حلقة تلفزيونية قدمتها وطرحت من خلالها عدة قضايا تناقش التطرف والإرهاب، كاتبة رأي حرصت في مقالاتها على أن تبين خطر الإرهاب الفكري وأنه أشد
فتكا من أنواع الإرهاب الأخرى قاصة وشاعرة تذود دائما في الدفاع عن هذه البلاد بكل مشاعرها وكأنه وطنها الأم. حازت على عدة جوائز وأمثلة في مجالات الثقافة، هي التي أعلنت الحرب على كل من يعتدي على مقدرات هذا الوطن، الإعلامية القديرة والكاتبة الأستاذة ميسون أبو بكر. ربما كان في حفل التعارف ما استطعنا به أن نتبادل التحايا، ولكن أود أن أقول شكرا نادي جازان الأدب الثقافي أن جعل الفن في مواجهة الإرهاب هو محور لهذه الليلة. تحدث الفنانان الأستاذ عبد الإله السناني والأستاذ فهد رد الحارثي عن المسرح وعن الدراما وما بينهما، وربما سأجمل ما أتحدث عنه اليوم الإرهاب الإعلامي والإرهاب في الأدب أيضا. طبعا كلنا نعرف بأن الإرهاب هو الأفعى التي وضعها أشخاص وتنظيمات في حجر عالمنا العربي، ليس فقط العربي فقط وإنما العالمي، وكانت صرخة كما نذكر أطلقها الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه حين حذر العالم من الإرهاب وخطره. هي أفعى تلدغ بسمها حينا وتميت أحيين كثيرة، وخطر الموت منها لا يقل عن رهبة الموت. الإرهاب الفكري هو ما نتحدث عنه اليوم وما نناقشه على هذه الطاولة، حيث الإرهاب الفكري يخلق في العقل الخمول والموت الفكري ليبدلها بفكر إرهابي سوداوي يجعل الإرهابي كارهاً للآخرين ومحارباً للسلام والحوار، الحوار الدعوة الإلهية. الإرهاب الفكري يحتاج وقت أطول من الإرهاب العسكري أو الأمني لعلاجه، وكما قال وذكر الفنان عبد الإله السناني لابد أن تتضافر جهود عديدة في محاربة الإرهاب الفكري، الفن، المسرح، الشعر، الدراما. وللأسف أن ربما تكون مجمل الأعمال الدرامية التي ناقشت الإرهاب أو تحدت الإرهاب الفكري لا تتجاوز 20 عملا، إذا تجاوزتها طبعا بقليل. دعاة على أبواب جهنم، الإرهاب والكباب، الإرهابي لفنان السينما العظيم أو الكبير عادل إمام، عمارة يعقوبيان، كل هذه أعمال فاجأت أو تحدثت عن الإرهاب في الثمانيات والتسعينيات. حقيقة في الأدب سبق كتاب أو الأدباء في العالم العربي، الأدباء الأمريكيين وأدباء الغرب والفرنسيين بشكل خاص، في دعونا نقول ليس نبوءة ولكن استقراء لهؤلاء الكتاب العرب لخطر الإرهاب ولسيناريوهاته التي حدثت فيما بعد. على سبيل المثال وسين الأعرج وأحمد، وسين الأعرج في روايته أصابع لوليتا، وأيضا أحمد السعداوي. ثم ما لبثت هذه أو الإرهاب يعني مواجهة الإرهاب بالأدب والكتابات أن انتقلت إلى أمريكا وانتقلت إلى الغرب، فرنسا بشكل خاص، وقد كتب عنه لورانس تاريديو وجوليان سودو من فرنسا وإلي فلوري من أمريكا. طبعا تأثرت الساحة الأدبية بأحداث إرهابية حدثت ليس فقط في وطننا العربي وإنما في أمريكا وفي بلاد الحرية، بلاد الغرب. رغم أن القرآن الكريم والسنة النبوية تحدثت كثيرا ودعت إلى الرحمة حقيقة وإلى يعني محاربة الإرهاب، إلى يعني أنه وجد إرهاب في الوطن العربي كما وجد في غيره. هل انتصر الفن على الإرهاب؟ نعم،
انتصر من خلال أعمال كثيرة، ولعل ما جاءت به رؤية المملكة من إدخال، يعني إذا تحدثنا عن رؤية المملكة 2030، نعم هي واجهت الإرهاب والتطرف، وضعت الفن ووسائل الترفيه التي لا تتعارض مع الشرع في مقدمة الخطة، خطة الرؤية. لم تكن الرؤية خططا واستراتيجيات فحسب، بل سرعان ما نفذت على أرض الواقع، فتحت للشباب آفاق إبداعية أثبتوا من خلالها وجودهم وشغلوا أوقاتهم، وشغلت هي أيضا أوقات فراغهم التي كان الفراغ خطر يهدد المجتمع. فتحت باب العمل للشباب في مجالات عديدة، والأنظمة التي فرضتها الدولة أيضا على أصحاب المنابر وغيرهم كان لها دور، كما تحدث أيضا الفنان عبد الله السناني عن مناهج التعليم كم هي مهمة أن تعلم وتغرس في هذا الطفل الجمال، أن ينتعش برؤية شجرة، برؤية لون وريشة، أن يعني يعجب موقف أو مشهد مسرحي. كم كنا نتسمر أمام خشبة المسرح في بلدان عديدة. نصوص الأستاذ فهد ردة الحارثي انتقلت إلى العالم. لم أعرف الأستاذ فهد ردة الحارثي على أرض المملكة العربية السعودية، في بداية الأمر عرفته في الجزائر وفي تلك الأعمال التي حازت على دهشة من حضر تلك الأعمال حقيقة. تلك الأعمال أو الأعمال الأدبية والدرامية والمسرحية، قراءة رواية وقصيدة هي أشد فتك بالإرهاب الفكري الذي يداهمنا حقيقة. الفن التشكيلي أيضا، وهنا بيننا الكثير من التشكيليات وعميد الفن التشكيلي الأستاذ علي النجعي. الفن التشكيلي له قوة تجعل منه سلاحا لمحاربة الإرهاب والجهل. دعونا نمنح الإرهاب الأسود أو نمحو الإرهاب الأسود بألوان الفن، فإذا نشأ الشباب على رؤية الفنون تحيط بعقله ووجدانه في كل مكان، لن يذهب إلى طريق مظلم لا يعود منه أو لا يرى منه إلا اللون الأسود. نحن بحاجة لأن نوصل الفن بالمواطن لكي يشعر به ويصبح جزءا من الذوق العام، هكذا قال الدكتور أشرف رضا عن الفن التشكيلي. لا يمكن أن أكون في هذا المنبر وكإعلامية ولا أتحدث عن الإرهاب الإعلامي الذي تواجهه المملكة العربية السعودية. على منبر جامعة جنيفا في سويسرا عام 2015 أطلقت في ورقتي مصطلح الإرهاب الإعلامي الذي يواجه المملكة العربية السعودية. انتفاضة الشعب السعودي اليوم وهذه الحميمية، وهو كرابطة العقد حول قيادته في مواجهة الإرهاب، هي نبوءة لتلك الورقة، وهي حقيقة أثبتت يعني لحمة الشعب السعودي والتفافه حول ملكه سلمان بن عبد العزيز وعراب الرؤية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان حفظهم الله. الإرهاب الإعلامي، نعم للأسف، وعلى هذا المنبر هناك إرهاب إعلامي يمارس اليوم ضد المملكة العربية السعودية، لا نقول من شعوب ولكن من مرتزقة. اليوم على سبيل المثال، وأنا أقرأ خبرا في الأرجنتين حيث يحضر ولي العهد حماه الله قمة العشرين، هناك أموال دفعتها السفارة أو إحدى سفارات الدول لمتظاهرين أخذوها ولم يقوموا بأي مظاهرات ضد المملكة. أنا أعتقد هذه القوى الناعمة التي قام بها الشعب السعودي الذي لم يأبه لأي حملة إرهابية موجهة ضد المملكة الغالية. بالأمس وأنا أعانق الرياض، الناس ينظرون إلي وأنا أقبل ثراء الرياض حقيقة، وأنا قادمة من إحدى الدول، وأرهبني وأدهشني كمية الحقد والكراهية. ولكن أقول في نهاية هذه المداخلة بأن هذا الإرهاب الذي نواجهه اليوم من بعض الفصائل وبعض الشعوب التي تحركها آليات أكبر،
ربما لأن هذه الدول أو عفواً هذه هؤلاء الأفراد عجزوا عن حماية أوطانهم، وكي لا يشعروا بالذنب علقوا هذا ذنوبهم وضياع بلدانهم منهم على شماعة المملكة العربية السعودية. الفن هو اللون الجميل، الكلمة، الشعر، القصيدة. في المسرح أنت تقف أمام المؤدي أو الممثل، أمام هذا الفنان وجها لوجه، لا عين كاميراتية، لا دبلجة، لا منتجة، تشعر يصلك هذا الشعور بصورة تلقائية فتصفق وتقول يا الله يمحو هذا المشهد من عقول شبابنا ما يسعى حقيقة أو تسعى بعض التنظيمات من تلويثه به. الدراما كم مرة صفقنا للأستاذ عبد الإله السناني ولفنانين الكبار الذين سبقوا بكثير استقراء المشهد الإرهابي الذي نعيشه اليوم. ربما كان في تلك الفترة يعني فعلا نخشى عليهم، على حياتهم، حتى على كاتب النص. اليوم نتحدث على هذه المنصة بصدق وبشفافية عن الإرهاب الذي نواجهه اليوم بالفن، وهو لغة أرقى من لغة الأدوات العسكرية. شكرا للأستاذة ميسون أبو بكر، وأنت ابنة الوطن. طبعا سأبدأ بسؤال لكل ضيف وبعدها نفتح الحوار والنقاش. سؤالي للأستاذ الفنان عبد الله السناني، هل الفنان السعودي لديه وعي كامل في مواجهة الإرهاب والتطرف بتجسيد شخصيات تنبذ هذا التطرف؟ قال هذا شوي اعتبره يعني شوي صعب يعني، ولا لا يا استاذي؟ هل هنالك وعي لدى الفنان السعودي؟ سؤال مطروح، لكن هنا يجب ان نفرق بين الموهبه وبين التعليم. نحن نعيش في عصر التخصص، كله في تخصص، تش تخصصك تعمل في هذا التخصص، فبالتالي الفنون لها كليات وجامعات اسمها كلية. أغلب جامعات الكبرى في العالم يوجد لها، ليست كلية إنما جامعات، تسمى جامعات فنون أو كلية فنون. بل وصل لنا حنا في الأربعينات، لاحظوا في الأربعينات فتحت كلية الفنون الجميلة وين؟ في القاهرة، قبل أن تفتح جامعة القاهرة. إذن الفنون لها جامعات مسبق، يعني التخصص هذا موجود لكن يتطور الفنون. أنا أعطي مثال، ما ليش أنا تعودت على زي الأستاذ أحمد عشان التدريس عادة عشان أوصل المعلومة بشكل، أضرب مثال. في نقاش حاد مع أحد الزملاء أن الدراما ليس لها دور في ذا، فأنا أقول في مادة في كلية الطب في جامعة هارفارد اسمها دراما، ما يتخرج الطبيب إلا يأخذ هذه المادة، لا لها علاقة لا بالساينس، ما لها علاقة بالتخصصه، ولكن هذه دراما اشتخلها في كلية الطب ويأخذها في سنة الامتياز. يبي يشوفون كيف يتعامل الطبيب مع البيشن، مع المريض. يعني هنا الأخوال في كلية صحية ويفهم هذه المسألة، كيف يتعامل الطبيب صاحب العلم، كيف يوصل هذه المعلومة لدى الشخص المريض. ففي مادة تعطى له اسمها دراما، كيف يتعامل الطبيب ويأخذ عليها درجة، إذا ما صار ذا تعيد المادة. إذا أصبح المادة الدراما مادة تخصصية، لكن من وين من وين تجي هذه الدراما؟ هل طلبة أو أساتذة كلية الطب هم اللي يحطونها؟ لا، تحطها كلية الفنون وترسل لهم أستاذ يدرس لهم علاقة الطبيب بالمرض من حالة إلى تفاصيل أخرى. في نقطة، هل الفنان وعي ولا لا؟ أنا أقولها ويزعلون مني الفنانين، قلتها قبل 3 سنوات
أن حوالي 60 إلى 50% من الفنانين ليس لهم علاقة بالعمل التمثيلي مع الأسف، لأنه يعتمد على الموهبة، هي موهبة، فيجي يطيرون به زملاء وحبايبه، والله فنان، والله تعرف تمثل، تعرف تقلد، تعرف مدري إيش، في بعدين فجأة يقول أنا نجم، بعدين فجأة يقول أنا بيج ستار. يعني المسألة اللي ما فيها عمل مؤسسي يقيم ويستطيع أن يلغيك في لحظة. عادة إذا تخرجنا من كلية، سواء كان طب ولا زراعة ولا علوم، التقيت في واحد من زملائي كنت أشوفه في الكلية فيقول لي أنا أذكرك، أقول له أنا أي دفعة؟ إذن هذا بداية الاعتراف، بدي تعترف فيه لأنه متخرج من نفس كليتي وبنفس، بس مو نفس السنة. هذه تجدها في مصر، عندما يأتي ممثل ولا مخرج ولا كاتب نص ولا ناقد خريج كلية أو معهد العالي للفنون المسرحية ولا جامعة القاهرة أو جامعة 6 أكتوبر، أنا أعطي مثال على جامعة مصر لأن هي أقرب بالنسبة للعالم العربي، فيقول له أنت دفعة 70، دفعة 74، إذن معناه في اعتراف. الدكتور إذا تخرج وراح الموقع في مستشفى أو في مستوصف يلتقي بدكاترة ثانيين يقولوا له أنت بتخرج من جامعة كذا، يقول أنا بتخرج من جامعة الرياض، أي دفعة؟ الله كان عندك الأستاذ فلان. إذا صار في اعتراف، هذا أول البداية. بعدين يجي التراكمات، أنه طبيب كويس، طبيب مو كويس، والله طبيب ممتاز إلى آخر. إحنا فاقدين هذا بالفن. ليه فاقدينه في العالم العربي؟ لأنه يستطيع أن يلغيك في لحظة. يا شيخ ما يعرف يمثل، يا شيخ ما عنده سالفة في الإخراج، والله كاتب نص، والله يا هذا ما، يا شيخ ما له علاقة بالنص. إذن ألغاني في خلال لأنه ليس له علاقة بالفنون. طيب نأتي للفنانين اللي هم الموهوبين اللي يجب أن يدرسون. إحنا كانت ظروفنا جدا جيدة، كنا في جامعات، وكان في ذلك الوقت أرسلوا لنا مخرجين وأرسلوا لنا مدرسين درسونا في الأدب، نجي من كليتنا سواء كان في العلوم ولا الصيدلة ولا الطب ولا الزراعة، ونروح كلية الأدب نأخذ محاضرات رغم ما تحسب لنا، لكننا بنشبع هذه الرغبة بالنسبة للهواية. طيب، وزي ما قلت ما كانت تحسب لنا ولا كانت تحسب لنا كمواد. الآن الفنان اللي مو متخرج من جامعة ولا مارس العمل التمثيلي إلا في الشلالية سواء كان في الجمعية، من أين يستمد هذا الوعي؟ الوعي من الكتب؟ إحنا في عصر 50 أو 60؟ لا يمكن، هي عمل مؤسساتي، يجب أن يكون هنالك أكاديمية حقيقية. وأنا دائما أرفض كلمة معهد، 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 نبغى نفتح معهد، لا، ليش معهد؟ عندي الآن حوالي من 29 إلى 37 جامعة في المملكة يفتح، لأن عندي بنية تحتية حقيقية في الجامعات كمؤسسة تعليمية، تفتح أقسام، بل تفتح كليات باسم كليات الفنون، وبالتالي نستطيع أن نغذي سوق العمل بفنانين حقيقيين وفنانين على الأقل ممتهنين العمل وبشهادة الجميع وباعتراف الكل. إذن وصلنا أن كل مدرسة تحتاج إلى مدرس مسرح، كل مركز إعلامي ومركز نشاط اجتماعي في مجتمعنا يحتاج إلى مدرس موسيقى، مدرس إخراج مسرحي. كل هذه الأعمال من وين نطلعها؟ من الموهوبين؟ يعني مثلا معليش أنا أقولها وبكل أمانة، عندما يديني مثلا مدرس علم اجتماعيات ولا علم تاريخ ولا، ويتبنى من حب للعمل المسرحي أنه يصير المشرف المسرحي في المدرسة، طب ما هذا المشرف المسرحي ما عنده عقلية، ما عنده تراكمات، كيف ينظر للعمل المسرحي؟ من أي زاوية؟ هل ينظر من الزوايات المختلفة اللي طرحها الأستاذ؟ إذن يجب أن يكون عندنا ناس متخصصين. نجحت الخطوة هذه في المدارس الأهلية، أصبحت المدارس الأهلية تأتي بمدرسين مسرح، لاحظوا، إلى مدارسهم عشان يقيمون الحفل الختامي والعمل المسرحي وإلى آخر. الآن المطلوب مدرس موسيقى، الآن مطلوب مدرس مسرح، الآن مطلوب منا كيف نعمل داخل الفصل حكاياتنا من خلال هذا الجهاز. يجب أن نضع حكاياتنا من خلال هذا الجهاز، نمرض أطفالنا على وشبابنا على عملية، خاصة المهتمين بالعمل الفني، يعني وكلنا يعني إحنا أساساً عندنا تذوق العمل الفني، لكن نزيد هذا التذوق. لا نطمح أن نصبح كلنا ممثلون، ولا نطمح أن يكون كلنا مخرجين، نطمح أن يكون عندنا وعي في العمل الفني. هذه نقطة. النقطة الأخيرة قبل ما أنسى، هذه شاهدة على ما ذكرتوه
أنه حتى الآخر الذي يعادينا والذي كان يقول أن الفن حرام أصبح في الآونة الأخيرة يستخدم الفن. وأعطيكم مثل، كل أطروحاتهم في العمل الفني كانت بالجوال مونتاج، يعني يحطون صورنا أنا والأخ ناصر والأخوان ويبدون يقولون إلى آخره. تطور العمل إلى أن ظهرت لنا داعش. داعش غدت تجيب مخرجين أجانب يخرجون عمليات القتل بأسلوب سينمائي. هذه قوة تأثير، هو الآن يخاطب الآخر عشان يبين مدى قوته. إذن الآن بدأ الفن يستغل من قبلهم، وقبل سنتين كان حرام وكان الموسيقى حرام. حتى لو لاحظتوا أن لهم علاقة بالموسيقى، والموسيقى عندهم وفي فكرهم أن لا، بدأوا يستعملون الموسيقى في تلك الأفلام. إذن أصبح الفن قوة يحاولون فرضها على الآخر بنفس أجندتهم أو بنفس. قدمنا في سيلفي قبل سنتين حلقة اللي هي اللي يقتل الأب يقتل الابن أبوه ويقتل خالة، عملت ضجة وردة فعل من قبلهم. ففي أحد روادهم واللي هو خارج الآن المملكة ومنظرهم، بعد ما شاف الحلقة ظهر خبر بعدها بساعتين أن هناك توأمين قتلوا أبوهم وأمهم وهربوا إلى جنوب الرياض للالتحاق بالجماعة. في نفس الليلة غرد هذا الشخص، شوفوا مدى عقليتهم، مدى تفاهتهم. يقول في تغريدته أن هذا الشخص المراهق عندما شاف سيلفي قلد العملية ليقتل أبوه. شوف مدى الغباء. بعدها بساعة جاء التقرير الأمني من وزارة الداخلية يبين أن حالة القتل تمت الساعة 12 الظهر، أي قبل عرض العمل بست ساعات. الفن هو سباق، هو الذي يرى المستقبل. عندما يكون تحت مظلة مؤسسية حقيقية عندما تقدم الأعمال، نحن شاركنا من البدايات مع الأدباء، مع المثقفين، مع حتى من الناس الطبيعيين، رحنا التصقنا فيهم حتى نأخذ منهم الشخصيات اللي هي زينا وزيهم. لا يمكن أن نكون شخصية جاية من القمر، لازم الشخصية تكون قريبة مني حتى تصلك في التأثير. لذلك أنا أعيد وأكرر أن الفن جزء لا يتجزأ من حياتنا، وأضيف لكل أستاذ فهد أنه نرجع فيه إلى إنسانيتنا. الفن جزء لا يتجزأ. أنا أهنئ جيزان، وجيزان بالذات في منطقتنا، لا يزعل علي بعد الأستاذ فهد، الجيزان هي الوحيدة الذي يتعاملون مع الفنانين برقي ويرونهم شيء مهم ولا ينظر لهم بزاوية متدنية في السابق. فهذا ينبع من وعيهم وإيمانهم بالفن وبالفنون. أشكر نادي جازان الأدبي للالتقاء فيكم، وأكرر شكري على هذه الإضافة، وشكرا. نحن نعلم أن الفن سلاح فتاك، ولكن من يستطيع استخدامه وكيف استطعنا أن نستخدمه أستاذ فهد؟ طيب قبل لا انتقل للجواب، خلنا اتقاطع مع عبد الله في مسألتين. المسألة الأولى هي قضية الفن، ولن أختلف معه في الفكرة الأساسية في علاقة الفن بالتدريس بالدراسة بوجود معاهد لا أختلف معه فيها، ولكني أختلف في قضية أن كل فنان يجب أن يكون أكاديمي، لأنه هذه يعني كما نشاهدها وهي موجودة، ليس كل من درس أكاديميا تحول إلى موهوب أو حتى واعي بدوره. ونحن نشاهد كثير من الدكاترة حتى على مستوى العالم العربي وصلوا إلى مرحلة البحث للدكتوراه وهو لا يزال ينقصه الوعي، ونشاهد إنسانا بسيطا موهوبا لم يتلقى حتى ولم يكمل تعليمه الابتدائي، لكنه
في داخله استطاع أن يقدم شيئا، فهي ليست قاعدة بمعنى، وأتوقع أن عبد الإله لا يقصد القاعدة فيها، ولكن يقصد التأهيل، والتأهيل من الضروري جدا أن يكون موجود. و يعني في نقطة في الأخير، كانت في جمعية الثقافة والفنون في إنشاء معهد لعمل دورات وكذا، يبدو أن خطوة مشوهة للغاية ولن تصل بنا إلى ما نريده من وجود معاهد متخصصة تدرس المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية إلى آخره. إقامة دورات سريعة لمدة 3 أيام وأربع أيام لأشخاص غير مؤهلين لن نصل بها، حتى لو كان سقف طموحهم كما أخبرني الدكتور السيف بعيدا جدا، ولكن يريدون هم البدايات، وأنا أتصور إن لم تبدأ قويا لن تنتهي نهاية سليمة. القضية الأخرى كنت سأختلف معه هنالك وأختلف معه الآن هنا، أجدها فرصة، عندما ذكر احتفاء الإنسان الجيزاني بالفن، ونحن نعرف جميعا هذا الاحتفاء، ونعرف أن في كل بيت هنالك فنان، لكننا لا يمكن أن ننسى الحجاز، لا يمكن أن ننسى مكة وجدة والطائف واحتفاءهم الشديد بالفن. وعندما ذكرت ما ذكرته، ذكرته عن واقع، عندما كنت أعبر المحلات كلها وهي تغني، عندما كان الطرب موجود في كل الشوارع وفي كل الأحياء، وتقام منصات بسيطة من منصات وتقام عليها منصة، وكلنا نعرف مدى ولا زال هذا الاحتفاء إلى الآن. قد تكون هنالك مناطق معينة لا تنظر للفنان بقيمة ولا تنظره، لكن في مناطق معينة لا، لها إرث ولها عمق. ومنذ أن دخلت مجال المسرح إلى الآن وأنا لم أصادف بهذه النظرة الدونية، وأقولها محقا، وكل ما شاهدته في كل مكان هو النظرة العليا لهذا الجانب. وبالتالي هي الأمر ليس مقصورا على منطقة، هنالك كثير من المناطق لدينا لديها هذا الحس. عندما حصل ما حصل وحولنا هذه الأنسنة، وهم كانوا يعني ماهرين في هذا الموضوع، تحويل قدرية التوحش وتحويل الإنسان إلى وحش، إنسان جامد يحارب كل شيء ضد كل شيء، مع العلم كما ذكره صديق عبد الإله هم يستخدمون هذا الجانب لم يغفلوه. في جامعة الملك سعود كان في كل كلية يحضر لها مخرج من خارج المملكة، بلغ عدد المخرجين في فترة من الفترات 6 من كبار المخرجين العرب، ستة في كل كلية كان أو كليتين لهم مخرج متفرغ لهم، لا يقوم بأي عمل في الجامعة سوى إخراج العرض المسرحي. ثم تحارب هذه الأشياء فيما بعد، ثم تحول إلى مسرح جوالة لكي يخدموا به هدفهم، هم يريدون أن يصلوا إلى هدفهم، ولديهم القيمة الفنية ولديهم ما يستطيعوا أن يقدمونه. سأذهب إلى قضية الفن كسلاح، وأنا أتصور أنه ليس سلاحا وإنما هو باقة جميلة تعيد للحياة رونقها ولا يقتل، هو يعيد. هنالك أشياء أخرى تقتل، لكن الفن يعيد للإنسان تكوينه، يعيد له إحساسه بالأشياء. كل أنواع الفنون لا شك أنها تذهب إلى هذا المذهب، وبالتالي يجب أن نهتم بالفن من المدرسة. يعني أنا أجد أنه من الضروري على وزير التربية ووزير الثقافة أن يهتموا بمشروع متكامل جدا يعتني بقضية إيصال الفن إلى المجتمع عن طريق وجود مسارح في كل حي وفي كل مدينة وفي كل محافظة، لكي يقدم الشيء المفروض منه، حتى نعيد للإنسان إنسانيته وتعامله مع الأشياء. متى ما وصلنا لذلك سيقوم الفن بالتأكيد بدوره العظيم في إعادة تنمية المجتمع وفي إعادة إلى سويته المطلوبة. شكرا لكم. سعيد أستاذ ميسون، وأنت تعيشين الحراك الثقافي في المملكة وترين الدور الذي تقوم به معظم الجهات الثقافية ومنها نادي جازان الأدبي والأنشطة الثقافية بشكل عام تشكل مناخ صحي، وهذا ما نحن اليوم فيه. وجهة نظرك تجاه هذا الحراك الذي تقوم به الأندية الأدبية والجمعيات الثقافة والفنون والمؤسسات الثقافية الأخرى؟ طبعا هذه الأماكن هي قبلة الروح منذ عام 2004 لما بدأت على القناة الإخبارية
برنامجي الشعري الأدبي الأشرع، ثم انتقل إلى القناة الأولى، ثم القناة الثقافية، ثم تحولت بعد ذلك إلى الجانب السياسي تواكباً مع ما تمر به المرحلة السياسية، المملكة العربية السعودية من مرحلة سياسية حاسمة حقيقة. ربما اتخذت من كلمة الشاعر الكبير نزار قباني: لا يمكن كشاعر أن أجلس في برجي العاجي وأقفل وأسدل ستائري بعيداً عما يدور من حولي. هذا هو المثقف الحقيقي الذي نجده اليوم في نادي جازان الأدب الثقافي حاضراً وبهذه الكثافة الرائعة. أنا عددتهم حقيقة النساء لوحدهن 22 امرأة حضرن هذه الأمسية، مع أنه يعني يوم في الويك إند وأكيد هناك في مخططات عائلية أخرى. طبعاً الأندية الأدبية هي مصانع الأدب والثقافة وصالونات الفكر، كما أشرت لها في مقالي السابق عن الصالونات الأدبية. أود أن أشير، يعني الأستاذ عبد الإله السناني أكد مسك جواله اقتداءً بولي العهد حفظه الله وقال: في هذا الجوال يتم كل شيء. حقيقة لابد أن أذكر وأعرج هنا على أدباء من المملكة رائعين نستفيق على تغريداتهم وننام ربما على الجملة الأخيرة للمفكر والمبدع الدكتور عبد الله الغذامي حين يودع متابعيه عند الثامنة، يقول: هذا حدي. نشط الأدباء السعوديين، دعونا نقول منهم مثلين: دكتور تركي الحمد والدكتور عبد الله الغذامي، حاكوا الشباب بمثل لغتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا كنت حقيقة ممن يعني عزف عن التقنية ووسائلها ردحا كبيرا، بدليل أني كتبت بعض النقاط بخط يدي على الأوراق لكي أذكرها، لكن وعى المثقف بدوره حقيقة في واستخدام الوسائل التي يستخدمها الشباب. على تويتر كان لهم من العبارات أعمقها وكان لهم تأثير واضح. وجدنا الشباب السعودي هم جنود، يعني حقيقة يرددون هذه العبارات أو التغريدات. لا أنسى هنا الشاعر عبد الرحمن بن مساعد الذي اقتبست منه غدا مقالي في صحيفة الجزيرة: أنت أنت يا محمد، إشارة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان. إذن هنا من التغريدات حقيقة قال الدكتور عبد الله الغذامي: لدينا رؤية 2030 لصنع ذاتك القومية الوطنية المستديمة التي تجلب لك مركزا معنويا ورمزيا، وكلما كنت منتجا كنت فاعلا ومتقدما. لدينا مشروع كبير ورؤية 2030 لا يجب أن نسمح لأحد أن يوقفه أو يفقدنا بوصلتنا. هذا هو يعني نوع من محاربة الإرهاب الفكري والذباب الإلكتروني الذي ينشر هذا الإرهاب على الإنترنت. حارب الفكر الإرهابي بفكر المعلم القادر على ضحض أسلحته واستنكار أفكاره وأدواته، وحث الشباب على المضي برؤية البلاد وتقدمها. أيضا الدكتور الغذامي يقول، لعل العبارة التالية له: يمتدح الشاعر حاكم العواجي، ولنا يعني أن نذكره بفخر وهو من أهل جازان، شبهه بخلف بن هذال ووصفه بإيقاعات الشعر النبطي توقظ الأرض وتشعل اللغة. وطبعا هذه بعد قصيدة حاكم العواجي وإشادته بسياسة هذه البلاد، لما قال: والولا مغروس فينا قبل سن الفطام، وياما تقوم القيامة وهو فينا مقيم. ثم أختتم بتغريدة أخرى: الوطن حق وجودي وشرط مطلق، وهو فوق أي احتمال وكل احتمال، والخطر إذا مس جوهر الوطن فلا مجال غير التصدي دون نقاش ولا حسابات.
شكرا أستاذ ميسون، واسمحوا لي الآن أن نفتح باب الأسئلة بإمكان طبعا المداخلة عبر البوديوم اللي هنا موجود أو عبر المايك أو بكتابة السؤال. وسنبدأ بأول مشاركة وصلتني للفنان حسن خيرت، مشاركة صوتية. السلام عليكم ورحمة الله، أنا محبكم الفنان الملحن حسن خيرت، مدير الفرقة الوطنية الموسيقية السعودية بالهيئة العامة للثقافة. سعدت بالدعوة للمشاركة في هذه الندوة. الموسيقى بتمنع الإرهاب والجريمة. أنا أقول نعم أن الموسيقى تمنع الإرهاب والجريمة، لكون الموسيقى صوت للسلام والموسيقي تروح للسلام. ومن هنا أنا تقدمت بمشروع لإدارة السجون، وهو إدخال الموسيقى ضمن التعليم والتدريب المهني في السجون. فكما يعلم الجميع بدل الآلة التي أدخلت السجين إلى السجن التي تعتبر آلة قتل، حين خروجه من السجن قد يعود لآلته للإجرام، ولكن حينما يتعلم الموسيقى قد يخرج ليقتني آلة موسيقية تهذب الذائقة وتعيده للحياة بسلام، لكون الموسيقى تهذيب للروح وليست ذات روح إجرامية، ولكون الموسيقى مهنة لها كسب رائع تجعل الموسيقي يعيش بكرامة. ومن هنا أكرر شكري لإدارة النادي، وأطلب من المشاركين إلقاء الضوء على هذه الفكرة التي قد تبدو في المنظور صغيرة، ولكنها ذات مفعول قوي في النتاج الإنساني. شكرا لكم، متمني لكم التوفيق. طبعا شكرا أستاذ حسن خيرت، كنا نتمنى نسمع دندنة عود اليوم بيرسل لنا. طبعا سؤال من الأستاذ عبدالله الأمير، وجه 3 أسئلة طبعا على عجالة الأستاذ عبدالله السناني، عن دور الكوميديا في إيصال حقيقة الإرهاب، وهل هي علاج ناجح؟ الفنون بالمجمل بس أقرب إلى القلب هي الكوميديا. عملنا تجربة واضحة، قدمنا واي فاي وقدمنا سيلفي. قدمنا سيلفي وهنا كانت بذرة الدراما البيضة والحجر، عندما قدمناهم على الأب الذي يبحث عن ابنه في الجهاد، وكانت اللغة قوية جدا، لكن قد استطعنا أن نكسرها بالكوميديا الفطرية وليست الإفيهات أو بشخصية الأخ جميل ناصر القصبي مع ابنه. لكن الأدهى أننا عملنا حلقة أخرى في نفس السنة، الأمير الجماعة والمفتي، وأعتقد شفتوها، اللي هم الاثنين هذوليك اللي بيسيطرون على القرية، وكيف أن هذا الاثنين يشجعون أندية. فحاولنا نكسر حتى عشان نعطي أن الشخصية هذه كلها شخصيات هشة لا تحمل أي عمق ولا تحمل أي ثقافة ولا تحمل أي شيء، إنما هي أدوات لمنظمات، وهذول ما نبقى الضحايا إنما هم أدواتهم أساسا. فطرحنا أن الكوميديا من هذا الجانب كانت إلى حد ما أنها وصلت. فما أنسى مشهد يسألني هل يجوز في الحلقة هذه، وكان عليها صدى وردة فعل، هل يجوز دخول المرأة مع الباب أو مع الشباك؟ والله ناسي. فالمفتي رد عليه قال الشباك مؤنث، فبالتالي لا يجوز الخروج مع فنزلنا صورة
وهم البنات يرقون على المواصير عشان يدخلون عن طريق النوافذ، عشان نبين مدى هشاشة هذا الفكر الذي يطرح. ونجحنا في مسألة، يعني نجحنا إلى حد كبير في مسألة تفتيت هذا النص أو تفتيت هذا الخطاب الإرهابي لدى تلك الجماعات. نعم الكوميديا مهمة، وأكبر دليل بالأفلام، يعني عادل إمام قدم أفلام جميلة ورائعة، منها كما ذكر قبل قليل الإرهاب والكباب، في فترة الثمانينات قدمت كذلك أفلام كثيرة كانت تخاطب هذا الفكر، ولا زال وسنزال وسنظل نقدم هذا الموضوع، سواء كان دراما أو كوميدي أو وثائقي، كلها لمصلحة أن نعري هذا الخطاب الذي يحاول أن يسري في مجتمعنا. ولكن الحمد لله يعني أتمينا جزء كبير من هذا الخطاب، ونحن نبحث الآن عن وجهات أخرى، ليس الفن فقط لقضايا الإرهاب، لكن يجب أن يكون في كل مسلسل وفي كل عمل فني هذا الخط نعززه لكي نقدم الحلول من خلال هذا. الفن لا يقدم حلول، يقدم على الأقل يفتح نوافذ لعملية النفوذ، وهذا لولا وجود المؤسسات، يوجد عالم نفس وعالم اجتماع وعالم سكان حتى يناقش في مسألة النصوص اللي تكتب للدراما. الدراما ليست حوارا ينطق، إنما الدراما هي أحاسيس وهي مشاعر بين الممثلين حتى تصل إلى 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 المتلقي، والمتلقي يكون متأثرا أكثر من وهناك أفلام ما ودي أعددها ولا أطل عليكم، أفلام غيرت قوانين في العالم العربي، كانت من الأفلام يعني ما ننسى فيلم أريد حلا لفاتن حمامة، غير قانون الأحوال الشخصية في مصر عام 85. فبالتالي الفن أو الفنون لها دور مهم في أنها تصل للمتلقي وتغير بعض الأفكار التي السيئة التي كانت تطرح. إذا سمح لي رئيس الجلسة الدكتور وائل، بس أطرح سؤال على الأستاذ عبد الإله في هذا المحور، سؤال سريع: هل استطعت كفنان مثقف أن تنجو من سلطة المنتج ودراما المقاولات، خاصة أنه يعني لهم توجه ربحي أكثر من المحتوى؟ والله أنا قلت أنا ما ودي أزعل الإخوان الفنانين، كان لي لقاء قبل فترة في مركز الحوار، لا مركز منتدى الإعلام في دبي، وسئلت هل يعني أنا أختلف مع الأستاذ فهد، الموهبة موجودة، لكن دائما إحنا في تأسيس مهم حتى يصبح الفنان واعي، يعني أقولها وأنا في حرقة، لازلنا بعض الأحيان نطلب من بعض الفنانين المحسوبين كنجوم يعني أن يقدم أدوار مهمة في بعض الشخصيات فيعترض، لأنه يقول أنا ما ودي أحط لحية. ليه يا بابا ما ودك تحط لحية؟ يقول والله هذا بكرة يجيني مشاكل ويجيني. طيب قلنا أنا في الفن رسالة، قال أنا رسالة معها، لو كان واعيا ومؤسسا، ما أنت موهوب ورائع وواصل للناس، لكن هنا مختلف، هو ما أخذ على شيء سطحي. لكن لا يمكن أن أجعل الفنان أداة، يجب أن الفنان يتعامل بمشاعره وبصدقه وبأحاسيسه، ليس أداة في يد النص ولا في يد المخرج. الأساس هو الممثل، وليس الأساس هو 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 النص في نظري أو هو الإخراج. الأساس هو الممثل. إذا كان هذا الممثل لا يعي ماذا يقدم، إيش معناه؟ إذا كان محترف، واجهنا حنا في خلال 10 سنوات بعض الممثلين يقول أنا ما ألعب دور دين. طيب ليه يا بابا ما تلعب دور دين؟ يقول أنا ما عندي استعداد، يجون يهبلون بي ويهاوشوني ولا يخربون علي وظيفتي وإلى آخر. إذن ما عنده وعي، إذن الوعي هنا مقل. أنا أصر على أن الفنان يكون عنده وعي، ووعي يفوق وعي أي إنسان، لأن هذا الفنان هو الشعلة المضيئة، هو اللي بيقدم ويضيء المساحات اللي موجودة المظلمة في مجتمعنا. فلا يجب أن يكون موهوب فقط، ولا يكون. ولماذا يبتذل الفنان؟ لماذا ينظر بنظرة دونية؟ لأن الزاوية اللي تنظر له أن هذا ممثل أراغوز
ولا مشخصاتي. لا، الفنان هو كتلة مشاعر مبنية على وعي، ووعي حقيقي عشان يقدم وينير مجتمعه، لا أن يكون موهوب في أداة أو في أدوات مخرج أو في أدوات مؤلف. لا، يجب أن يكون يفهم ويناقش ويعطي رأي، لأن هو الأساس في العمل الدرامي، سواء مسرحي أو دراما أو تلفزيون أو سينما، لأن هو الحس هو اللي بينقل هذه المشاعر. فبالتالي عندما قلت في هذا اللقاء أن 70-60% من فنانينا لا يحملون الوعي، فأنا صادق. سبق لكم رفضت من المخرج نفسه؟ نعم نعم، أنا قدم لي يعني ما في، فأنا أقل واحد من الفنانين اللي يقدم في السنة عمل واحد، يعني عمل أو عملين، لكن أنا مقل عدة أسباب. أنا مقل في النص اللي يكتب، أناظر الممثلين اللي معي، أناظر المخرج اللي معي، أناظر وين يبغى يعرض فيه. كل هذه المسببات لازم أنا أعيها علشان بكرة إذا جيت، لأنه يحسب في تاريخك أن هذا العمل لك، فكيف يوم الأيام أنت تخاطبنا بزاوية والزاوية الأخرى اللي تقدم فيها زاوية مختلفة؟ يجب أن يكون في توافق في ما أقدم، في توافق في فكري، في 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 في, في, في مفهوم للعمل الفني. بالتالي العمل الفني رسالة مهمة زي أي رسالة مهمة في المجتمع، طب، صيدلة، زراعة، إذن يجب أن يكون مؤسساتي، وبالتالي يحترم ويقدر ويصبح له جائزة للدولة ويصبح له مكانة. لا أن نصنف أنفسنا على شاكلة وشاكلة، وكل ما وصلنا للتصنيف معناها أن احنا لسنا علاقة بالفنون. الفنون مادة أو علم، ونحن نعيش في عصر التخصص، يجب أن يكون له كليات وله وظائف وله ترقيات ويصل. هذا شيء مهم أن يكون. وأكبر دليل عندما تشوف العمل الثقافي في العالم تجد فنانين واصلين إلى مراكز مهمة. وأكبر دليل ريغان، فنان من الدرجة الثالثة وصل لرئيس دولة. معناه هذا مش معناه أنه يمتلك عقلية ويمتلك خلفية ويمتلك فكر له يستطيع أن يناقش في الآخر. أما مسألة أنه يعتمد على الموهبة فأنا أختلف اختلاف تماما. في هذا العصر بالذات في شعوب تعطي للفنان ثقافة توصل له، زي المصريين، زي الإخوان اللي متجاوزين كثيرا بالحالة التذوق الفني. فبالتالي يجب أن يكون عندنا كذلك. المسجلين للدراما أو النقابة في مصر 90,000 نقابي، ممثل مسرحي ومخرج وكاتب نص، تمام؟ اللي خارج النقابة 120,000. طب ليش ما قبلتوا 120,000 هذولي ودخلتهم النقابة؟ يجيك الجواب منك يقول لك إنهم هذولي غير مؤهلين علميا. عادل إمام، كل الأساطير اللي نشوفهم من فنانين تلقى خريج زراعة، ولازم قبل ما يتدخل وتأخذ الكرنيه كفنان تأخذ لك سنتين في المعهد العالي للفنون المسرحية. ما في أحد يجي، صح في نوابغ، في ناس يعني زي ما يقولون خرجوا عن القاعدة، بس هذه ليست القاعدة الأساسية. أنا أبني فن علم، أنا محتاجة في المدارس، محتاجة في الكليات، محتاج. ليس معناها أني أفتح كلية فنون أني لهذول يخرجون ممثلين ولا مخرجين، لا، نقاد وصحفيين ومتذوقين حتى يعلى الثقافة الفنية بشكل مهم، وليس الشكل اللي نراه الآن كما تشوفون في هذا الجهاز العظيم اللي يطرح علينا من خلال الفن. يعني ما أنا بقول لكم، معليش أنا أطلت في هالمسألة، أبا أعطيكم مثل أن هذه الصورة هي اللي تحدد شخصيتنا أمام الآخر. أنا ما أنسى عندما يجي واحد يلبس لي، معليش على هذه الكلمة، فنيلة وسروال طويل هذا، ويبدأ يصور في باريس ويصور في لندن ويصور على الأماكن المهمة ويقول أنا متواجد، هل تتوقعون هذا واحد منا؟ أو واحد منناك يبي يشوه هذا المجتمع؟ إذن نحن نعيش في حرب من جميع الجهات. إذا لم نستطع أن نصنع من الفن رسالة قوية وخطاب إعلامي مهم نواجه بهذولي إلا تحت مظلة مؤسسة. وأكبر دليل
على أننا نحن نتجه في الاتجاه الصحيح عند انفصال وزارة الإعلام وأصبح لدينا وزارة اسمها وزارة الثقافة. شكرا. طبعا كذلك مشاركة من الأستاذ الإعلامي عبد الله الأمير، موجه سؤال للأستاذ فهد ردة عن دور المسرح في الدفاع ضد الإرهاب ومدى القصور في الدور الأكاديمي للجامعات في ذلك. في عندنا فن شعبي يسمونه المراد، شاعرين، الشاعر يقول والآخر يرد عليه، واحد يبدع واحد يرد، فيبدو أنه عبد الله يقود للمنطقة دي، أنا لا أريد أن أذهب معه لقضية المراد، فهو يقول وأنا أناقضه. برضو أختلف معه في جانب وأتفق معه في جانب، ويمكننا أن نناقشه بعيدا عن الجلسة حتى لا نؤثر على الفن. مهم، الدراسة مهمة. هناك طبقة يسمونهم فنون البساطة أو الخطاب البسيط، هؤلاء ليسوا خريجين فنون أو خريجين مدارس أو خريجين، ولكن ثبت منهم مرسي وهذا حق الفن التشكيلي. أبرز فنان الآن تباع لوحاته بتسعين مليون هو هذا الفنان، وهذا لم يدخل لا أحد ولا دخل أي شيء. في نوابغ موجودة فيه، لكن كان أول نقول على أنه النوابغ هؤلاء مميزين أو فرديين، لكن الآن ثبت أنه في تعدد ثقافات مختلفة. أنا كنت قرأت الأستاذ سعيد سراحي مرة أنه في الطبقات العلمية أو الأكاديمية، وأنا مقتنع بكلامه طبعا، مش لازم كما قال الأستاذ سعيد، أنه في أمية، في أمية في الجامعة موجود، وفي الطبقات الشعبية هناك ناس أبرز من دكاترة في الجامعة موجودين. فالآن مش ليس بالضرورة أن يكون الفنان على أساس يصبح فنان أن يدخل معهد أو يتخرج من، برغم ذلك أنا أقول ذا الكلام وأنا متخصص في عملي وخريج معهد فنون، لكن هناك فنانين موجودين أبرز من متخرجين ودكاترة. فتعدد الثقافة وتعدد مجتمعات الثقافة وتعدد خصوصيات المثقفين ألغت حكاية التأهيل، التأهيل الكامل لابد أن يكون يلم ببعض المسائل، فما بينك وبين المسافة دي مقطوعة منتهية. السلام عليكم. عليكم السلام. يبدو أنك وفرت علي، يعني يبدو أنه وفرت علي، يعني ما أريد أن أقوله، لكني سأقف معه ضدك في منطقة التأهيل ووجود الأكاديميات. يجب أن لا نلغيها، يجب أن نسعى لوجود هذه الأكاديميات والمعاهد والجامعات لكي تدرس ليؤهل يبقى اختلافنا في منطقة أخرى بعيدة عن الجانب هذا. فيما يخص ما قدم المسرح طبعا أنا أتصور الهدف المباشر، يعني قدمت كثير من العروض المسرحية التي تتعلق بقضية الإرهاب ومعالجته وطرقه، وكانت بعضها فج ومباشر للغاية وبعدها عميق وغامض وبعضها، لكن تم تقديم هذه الأعمال. أنا لا يهمني ذلك في هذه المنطقة، منطقة الحرب بالفعل الموجود، لكن يهمني أن يكون المسرح موجودا متى ما وجد. هو استطاع من خلال وجوده أن يقضي على الإرهاب وأن يقضي على الأفكار المتطرفة، وجوده إعادة لحالة الأنسنة، وجوده على حالة الجمال لحالة فأنا أتصور أن تكثيف وجوده إشكاليتنا تنبع من الجهات المتعددة المسؤولة عن المسرح، بمعنى أن يجب أن يكون هناك اهتمام منذ البداية في المسرح المدرسي، وهنالك اشتغالات لكن لا تبدو أنها حتى الآن تصل إلى مبتغاها، بمعنى أن هنالك مهرجان الآن من أفضل المهرجانات على مستوى العالم العربي للمسرح المدرسي، لكن مشكلته أنه يختار منتخب من كل مدينة أو مدرسة من كل مدينة، تدخل مسابقات سريعة ثم تصفى في تصفيات تقدم أعمالا جيدة. نحن نريد أن نبدأ من المدرسة، في كل مدرسة يجب أن يكون هنالك مسرح كما كان سابقا.
أيضا الجامعات، يعني قبل قليل كنا نتكلم عن موضوع الجامعات، الإشكالية العنيفة أن يأتي عميد أو مدير الجامعة مهتم بهذا الجانب فيزدهر النشاط المسرحي إلى أن يصل إلى الأعلى كما كان في جازان مثلا أو في جامعة الملك عبد العزيز فترة أو في جامعة الملك سعود، ثم يأتي مدير أو عميد آخر لكي يقول ماذا نستفيد من المسرح، هذا المسرح شيء طرفي ليس له داعي، ألغوه قفلوه. وأنا أرى أننا يجب أن نقفل على هذا المدير أو هذا المسؤول لأنه تسبب في ضرر كبير في قتل النواحي الجمالية في أبنائنا بنظرته للفنون كناحية إبداعية، ناحية غير إبداعية. أيضا جمعية الثقافة والفنون، وهنالك مشكلة، وتكلمت مع الدكتور عمر السيف الأسبوع الماضي، من المعيب أن جمعية الثقافة والفنون لمدة عامين لم تنتج عملا مسرحيا واحدا، هذا خلل عظيم. الجمعية كانت الراعي الرسمي للمسرح في المملكة، وكانت تقدم أعمالا مميزة لفترات طويلة وتصرف عليها، منذ عامين هنالك توقف كامل لهذا، وقد وعدني بتغيير يعني حاسم لهذه المسألة. سنحارب جميعا، سنقف جميعا، نحمل أغصانا جميلة في كل مكان نكون به لكي نغير من هذه الصورة النمطية الموجودة. من الإعلامي عبد الله الأمير الأستاذ ميسون أبو بكر عن دور الشعر والقصة في إيصال حقيقة الإرهاب وصورته للمجتمع. يعني ورقتي تحدث عن كتاب أثروا المشهد الأدبي وتصدوا للإرهاب، بل بعضهم استقرأ الإرهاب بأشكاله المختلفة كما قلنا واسيني الأعرج وبعض الأدباء الأمريكيين بعد أحداث 11 سبتمبر، وأيضا بعض الأدباء الغربيين وبالذات الفرنسيين، وصدر كتب عديدة منها من دار النشر الفرنسية إريك بونيه تتحدث عن هذا المشهد. ذكرنا أيضا لأدباء لنشطوا في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الدكتور عبد الله الغدامي، الشاعر عبد الرحمن المساعد، وأيضا الدكتور تركي الحمد. ولكن أنا أترك السؤال مفتوح أو المجال مفتوح، ليس كل العالم العربي والشباب، فئة الشباب بشكل خاص، هم قراء جيدين حقيقة. هناك فعاليات كثيرة في الغرب، منها على سبيل المثال للحصر كتاب الجيب، نجد في القطار، في الباص، في الحدائق، نجدهم شعب فعلا نهم للقراءة وشعب يقرأ. بينما مجمل ما تنتجه أو ينتجه وطننا العربي لا يتعدى ما تنتجه دولة صغيرة كالسويد مثلا من الكتب. هناك سؤال مفتوح أطرحه، هل فعلا يستطيع الفن أن يحول هذه الروايات، هذه الكتب، إلى أعمال درامية ترتقي بفكر الشباب وتحارب الإرهاب؟ أنا أعرف أن هناك أدباء كثيرين لم يشأوا ورفضوا تحويل رواياتهم كي لا يعني ينقص العمل الفني من شأنها بالحذف، كمثلا باولو دي كولو الكاتب البرازيلي. لكن هناك روايات، عفوا، ككتاب آخرين، لكن باولو دي كولو حولت روايته الخيميائي إلى عمل رائع. فما رد الفنانين الأستاذ عبد الله السناني والأستاذ فهد رد الحارثي عن هذا الموضوع، تحويل الأدب إلى أعمال درامية، بخاصة أنه كان هناك تجربة رائعة عن تحويل القصة السعودية إلى عمل رائع قام بها جملة من الفنانين محمد بخش وآخرين، قصة من الأدب السعودي. طيب في دقيقة واحدة أستاذ عبد الله عشان بس الوقت. وين رئيس النادي؟ وين رئيس النادي؟ يا أخي في إرهاب حتى على المنصة، يقولي دقيقة واحدة، يعني دقيقة واحدة وش بسوي؟ وش بقول أنا؟ يا سلام عليك، برافو عليك.
صحيح، يعني العمل الفني دائما احنا لا نتكلم فقط عن الإرهاب، يجب ان يكون الفن، هنا اعني بالعمل المؤسساتي. يعني انا بسألكم سؤال، بعد 10 سنين من سيكتب، من سيخلد، من سيكتب تلك القصص عن مثلا الأستاذ فهد، تاريخ المسرح في الطائف؟ ما هي المؤسسة الحقيقية التي تعتني الجمعية؟ الجمعية إذا جاء واحد بدالهم أو بدال القصد حقهم يمكن ينسف كل اللي سواه، لكن وجود المؤسسة الثقافية، وجود الكليات، وجود الأكاديميات ستدرس ما كنا نحن نعمل، ستدرس كيف بدأنا، ستدرس كيف انتهينا، ويأتي الآخر من بعدنا عشان يكمل هذا الإبداع. إذن المؤسسة الثقافية هي أهم. وأرد عليك يا أستاذي، أنت ذكرت بالنسبة للفرنسي، يا فيه طبقات بالفنون، ليس الكل دكاترة، وليس الأكاديمي فنان، لا، الأكاديمي هو اللي يصنع من هذا الفنان ليخرج للحياة ويقدمه بشكل مؤسساتي وتعليمي حقيقي. لا أطالب أن يكون كل ممثل ومخرج مع ماجستير ودكتوراه، لا، أطالب على الأقل النسبة القصوى لوعي الفنان ماذا يقدم، يختار النصوص التي يقدمها، ما هو العلم، ما هي الجهة، ما هي المتلقية، ما هي الشريحة التي يطرح، يعني كل هذه التفاصيل يجب أن يكون. بعضهم لا يعرف يقرأ، اترك الأعمال الحركية، خلف الإبداع الأكاديمي، إيه؟ هو إبداع ماشي، أوكي ماشي، بس يجب أن نركز أن المؤسسة هي الأهم في العمل الثقافي، لا نلغي المؤسسة. وإذا بنيت المؤسسة على شكل حقيقي سنحتفظ في فننا، وسيحتفظ تراثنا، وسنحتفظ بكل النماذج المهمة. أرجع لسؤالك، يجب معلش، الرواد، الأستاذ الجميل، الرواد الموجودين في جيزان، ألا يحق لنا أن نصنع مسلسل لمدة 30 حلقة نبين هذه الشخصية بتفاصيلها من بدايتها لنهايتها، ويكون لنا نحن يا الفنانين تكريما لهذا الفنان، سواء كان تشكيلي وسينمائي ولا؟ إذن هذا هو الدور، ليس دورنا فقط أن نضع الحلول لمشاكل اجتماعية. إحنا قعدنا 20 سنة وإحنا نضرب في يسمونه هذا حقة الذات، راحت علي المفرد، الجلد في الذات، 30 سنة حنا في طاش مطاش وحنا نجلس في الذات، طلعنا ما خلي شيء ما قلنا من عيوب، لا، نحن يوجد لدينا شيء مميز حتى في فننا. يعني مثلا لو أعطي قصة لروادنا في الرواية وروادنا في الشعر، ونقص للأجيال الجاية كفاحهم ووصولهم ووصول إبداعهم، كل هذا يعطي للآخر مدى أن هذا الفن وصل حقيقة. لكن من يقرأ لي 3 مجلدات الآن في هذا العصر، في عصر شباب، يقرأ لي عن مثلا 3 مجلدات عن شخصية؟ يعني في أشياء تاريخية أنا أقولها بكل تجرد ما عرفتها إلا من خلال المسلسلات أو من خلال الأفلام، بل خلتني أروح أفتح كتب أدرس عن هذه الحقيقة. إذن الفن ليس فقط هو في صف واحد، في عنده عدة مجالات تستطيع ويصير فيها متعة في المشاهدة، ونستطيع أن نقدم فنانين بشكل جيد. نعم، نستطيع أن نوثق ونؤسس في الفنون كل ما والأولى بنا كفنانين أن نصنع لنا عملا لنا نحن، سواء كان مسرح أو كان دراما أو كان سينما، هذول هم اللي بدوا في هذا المجال، لماذا لا نصنع لهم عمل؟ فبالتالي أنا أشجع ودائما طرحتها، أن يجب أن يكون للرواد الإعلام أو الأدب أو الثقافة أو الفنون التشكيلية لهم حيز كبير في مسلسلاتنا، لنعطي للشباب أن هؤلاء كانوا المنارة بالنسبة لنا. شكرا. طيب، في رسالة بس من الفنانة التشكيلية خديجة الزين، إدارة تعليم صبية، تسأل عن دور الفن التشكيلي في محاربة الإرهاب، وتقول: بما أن الفن التشكيلي يهذب الروح ويزيل الحواجز بين ثقافات العالم المختلفة ويدعو إلى قيم السلام وقبول الآخر، فالفن له قوة وتأثير في تقويم السلوك البشري، فلا يمكن أن نرى من يحمل ريشة فنان أن يحمل سلاحاً، ويمكن للفن أن يواجه هذا التطرف من خلال بناء الإنسان والتواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق العدالة الثقافية والفنية في بلاد الحبيب. خديجة الزين،
طبعا الان مداخله صوتيه للاستاذ احمد اسماعيل زين. السلام عليكم جميعا، اهلا استاذه ميسون. نبدا بالاول، فالاول استاذ عبد الدكتور عبد الله السناني، اخر لقاء في التسعينات اجريت معك لقاء في المسائيه حبيبنا فهد رده. استاذه ميسون، بالنسبه لاصحاب الاقلام هم كهواتف العمله وعلى حسب الدفع يتكلموا، بس يجب أن لا ننكر هذا الدور، يجب أن يكون لنا صوت مثلهم للرد عليهم، فلا يوجد رد أقوى من حضور سيدي ولي العهد في جولة مكوكية من البحرين إلى الإمارات إلى مصر، والآن هو في دول العشرين. هذا أكبر رد عليهم على أنهم مجرد أبواق وهواتف عملة، لكن برضه يجب الآخر أن يسمع صوتنا، وهذا للأسف مغير. طبعا صوتنا مسموع الآن، يعني صوت انتفاضة الشعب السعودي ضد هؤلاء كانت أكبر دليل على لحمة المملكة وعلى عدم قناعة شبابنا من أصغر شخص في هذا المجتمع إلى أكبر، بما يعني بعواء ونباح هؤلاء. صحيح. أنا أتألم جدا حين أجلس مع شعوب المملكة يدت يد أياد بيضاء لها، وحقيقة يعني يخامرني الكثير من الأسئلة، ليش هذا الجحود؟ ليش هذا عدم الوفاء؟ هل في دروب ما؟ هل في مشكلة ما؟ يعني قضية خاشقجي الأخيرة اللي فتحت لم تكن هي يعني هالقضية مثلا اللي السبب في هذا، لأنه أعواءهم ونباحهم كان من وقت طويل. حقيقة أنا ذكرت أحدهم في اليومين اللي راحوا في إحدى الدول اللي كنت فيها في موقف المملكة في اليونسكو، لما انسحبت أمريكا بكاملها ويعني شالت المساعدات من اليونسكو بسبب دخول فلسطين اللي المملكة ساندتها أن تدخل اليونسكو كدولة مستقلة وفعلت، وكان هناك مكالمة من القيادة السعودية أن المملكة يعني تشيل كل العجز المالي اللي تسبب فيه ذهاب أو انسحاب المملكة في العصر اللي شفنا فيه أسوأ حقيقة، يعني مرينا بأزمات كثيرة بسبب الإدارة الأمريكية أوباما. فكأنه هذيك الشعوب تريد تقسيم الأرزاق في العالم، أو تريد محاسبة أين تذهب بمالك وأين تضعه، مع العلم بأن بعضها حاول أن يجد له وطن بديل في أزمات بعض الدول. يعني وجدت بالأمس، يعني كنت أفكر في هذا الموضوع، ووجدت يعني بسطر ممكن أن أقول أنه هؤلاء لن يتهموا أنفسهم بضياع أوطانهم، هم بحثوا عن أسباب وجيهة بالنسبة لهم وعن أشخاص يحملوه مسؤولية ضياع الوطن ليتخلصوا من الجريمة التاريخية. برضو الصوت اللي هو يجب أن يسمع الآخر اللي هو الأجنبي اللي لا يرى إلا هذه الأبواق، فيجب لك أن يكون لنا دور موازي له، وإحنا إن شاء الله لسنا عاجزين. خرج منهم على فكرة الآن أصوات رائعة، مثل البطل يعني خرج من وطننا العربي فهد الشليمي، جيري ماهر، وأيضا أمجد طاها، وأشخاص متعددين الآن خرجت من تلك الشعوب نتيجة هذا التكاثف والتلاحم السعودي، وأنه هذا ولي العهد الذي يمشي يعني كملك في الدول وفي قمة العشرين ويتابع الحياة، يعني وجد له أصداء عند يعني الآن انقلبوا ضدهم وكانوا حقيقة يعني أصوات رائعة مع المملكة العربية السعودية. الآن بعد القطيعة الطويلة مع الفنون في المملكة، هل لديكم اقتراحات لتحويل الفن إلى مسار الثقافة التفاعلية التي تستطيع إقناع الشارع؟ السؤال للأستاذ فهد ردة. الحقيقة ذكرت الأمر هذا في نهاية ورقة، إنه في ضواحي العلاج الحالة المرضية والانسحابية بالأصح،
الظواهر هذه موجودة، الحفلات بدأت تعود لطبيعة. أولا نبدأ بالمجتمع، الأعراس تحولت وبدأت تسمع الموسيقى، لم تعد ذلك التحريم، لم يعد تلك المشكلة العويصة. أيضا الجمعيات الثقافة والفنون عادت للنشاط الغنائي بعد التوقف سنوات طويلة. ذكرت لك أمر يعني مدهش في قضية الجامعة، جامعة الطائف، وأن تقيم حفل غنائي للطلاب بحضور محافظ الطائف وحضور مدير الجامعة، وفيها التفاتة أن المجتمع يعود تدريجيا للتعافي لكي يصل إلى منطقته. بالتأكيد نحن في انتظار الآن دور كبير كبير جدا لوزارة الثقافة والإعلام، لا يزال الأمر متوقف. نأمل بالفعل أنه يتم الاهتمام بالمراكز الثقافية، بالمراكز الفنية، بكل الفعاليات هذه، بدعم من أيضا يوجد لدينا هيئة للثقافة، هنالك هيئة للثقافة ووزارة للثقافة، وتوجد أجنحة معطلة في الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون، هي بحاجة بالتأكيد إلى استراتيجية ومشروع. نحن لا نزال نفتقد الآن، قضية النشاط قضية سهلة، لكن نريد استراتيجية ومشروع حتى نستطيع أن ننطلق، هذا ما نحتاجه. حسب توجيه رئيس النادي فقط مداخلتين ونقفل الحوار. لاحظت في أسئلة شخصية، ممكن الأسئلة الشخصية تسأل يعني بعد انتهاء الحوار. في مداخلة صوتية لحامد أبو طلعة. حامد أبو طلعة تفضل بشكل سريع لو تكرمت. السلام. السلام عليكم. دخلت للأستاذ عبد الإله السناني. المسرح قادم بقوة، هل ترى الأعمال المطروحة الأدبية رواية وقصة وقصة قصيرة مؤهلة إلى أن تكون أعمال مسرحية؟ أعمال مسرحية ولا أعمال دراما، يعني أعمال سينمائية وتلفزيونية؟ كله مسرح يعني. كله في مجال المسرح والدراما وكله. هل ترى القصة الرواية السعودية والقصة والقصة القصيرة مؤهلة إلى الانتقال للمرحلة هذه؟ شكرا. أنا بأجاوبك من هنا. في كتاب مسرحيين وفي روائيين، لكن في عنصر جديد في الدراما اسمه كتابة لغة الصورة، يطلق عليه بالسيناريو. يصير الحوار قليل جدا، ويصبح السيناريو هو المشهد المصور، يعني كلوحة يفصل لك تفصيل العمل، والحوار قليل جدا، هو عكس العمل المسرحي. العمل المسرحي يصير الحوار كثير والصورة يفرضها المخرج بعد، لكن في السينما أو في التلفزيون لا، الصورة واضحة، يصير الحوار قليل وصورة المشهد متواجد، يعني يسمونها ستوري بورد، يعني أصور المشهد، أضع المشهد وبعدين أضع عليه. هذه تنطبق على الرواية، لأن الرواية عبارة عن خيال. بعض الأحيان الرواية إذا قريتها، يعني أغلب الأعمال المطروحة مؤهلة، مؤهلة، أنا بعطيك إيه مؤهلة. في الخمسينات، نجيب محفوظ، كان يكتب رواية، بعدين أصبح يكتب سيناريست، يعني هو نفسه تعلم على كتابة السيناريو للعمل السينمائي، فقد يأخذ كتب يوسف إدريس وإحسان عبد القدوس والكل ذاك الجيل اللي معه، ويحولهم تلك الروايات إلى كتابة سيناريو. إذن هناك علم آخر ظهر جديد، هو علم كتابة لغة الكاميرا. البطل أساساً في المسرح غير البطل في الدراما. البطل في المسرح هو الممثل، والبطل في الدراما هو الكاميرا. إذن هناك اختلاف جذري تماماً ما بين، لأن الممثل المسرحي تفاعل مباشر، لكن في التقنية الجديدة والكاميرا بالنسبة للسينما لا، هي عبارة عن زوايا وعن بروفيلات وعن يعني شيء في علم خيالي بالنسبة للعلوم المصورة. لكن صحيح يوجد لدينا، عندي مشروع الآن، أنا الآن في رواية أحاول يعني نكتبها ب، يعني مش لازم البطل اللي موجود في الرواية ويصبح هو البطل اللي موجود في السينما أو في أنا أعجبتني شخصية في رواية دورها صفحتين،
لكن خليته هو بطل العمل، لأن هذا هو اللي شدني في الرواية. فبالتالي اختلف، مش اختلفت الرواية، اختلف رؤيتي بالنسبة للرواية، وهذا إضافة بالنسبة لي كسينمائي أو كمخرج. إذن نستطيع أن نخلق، سوري، نصنع من الرواية عمل سينمائي أو عمل تلفزيوني. هذا أما بالنسبة أن نصنع من الرواية مسرحاً، الأخ فهد أكثر طيب مني. العافية. بس دقيقة، في نقطة ذكرها بالنسبة للسيتني حق، خلني أستاذ فهد وارجع لك عشان يذكر. يلا. طبعا أستاذ فهد، سؤال، أين المرأة في مسرح الطائف؟ لا مو شخصي، لا لا، السؤال أنا أراه هام الآن، هام جدا يعني، هذا السؤال، وجود المرأة في المسرح السعودي وليس في مسرح الطائف. طبعا بس أعود لنقطة صغيرة بما يخص، لا يوجد لدينا كثير من الروايات والقصص التي تصلح جدا لكي تكون أعمالا، لكن تبدأ القضية من ينتج هذه الأعمال، قضية هامة. هي الوزارة يجب أن تشجع الكتاب، كتاب السيناريست، ولإعادة تدوير هذه الأعمال وتقديمها على مستوى حتى بالنسبة للمسرح. يعني في أعمال للدكتور غازي القصيبي حولت للمسرح، وهي أعمال روائية كانت مثلا، يعني بالإمكان، لأنه هي في صلعة في الأخير، تدخل إلى جانب صناعة، العمل الإبداعي يدخل الجانب الصناعي ثم يذهب إلى عمله. فيما يخص المرأة، أنا أجد أنه الآن طبعا مسموح بوجود المرأة في المسرح، وليس هنالك اشتراطات أو منع، لكن وجودها الآن سيكون مشكلة عظيمة جدا للمسرح ولها. هي غير مؤهلة تماما، لا يكفي الحماس هنا، ستأتي مرأة ضعيفة تصعد على الخشبة وهي بشكل ضعيف، ثم تسقط، ثم لا تكرر بعد ذلك المحاولات. يجب أن تؤهل هذه المرأة تأهيلا جيدا عن طريق ورش متعددة تختص بها لتأهيلها حتى تصعد إلى خشبة المسرح. إنما تقديمها الآن بصورة عجالية من أجل أن أقول أن هنالك مرأة موجودة سيضعفها وينهكها، وقد يقضي على أمل كثير من كذا، فلا نصل إلى هدفنا. التفصيل في هذا الموضوع طويل للغاية، لكني أجد أنه يجب أن تؤهل، تقام ورش تدريبية، لدينا الكثير من الموهوبات، لكن تقديمهن سريعا على خشبة المسرح سيدمرهن تماما. أنا بس أعلق على الأستاذ أهد، المرأة مهمة، والمرأة والفتاة في المسرح شيء مطلوب. لسنا مسرح ذكوري، نحن مسرح للمجتمع، أوكي؟ هذا واحد. شغلة الآن بدأ التأهيل يا أستاذ فهد، الآن بدأ التأهيل، لا، التأهيل موجود لدى الشاب ولدى المرأة. نحن في عصر الآن السرعة، عندي مدارس وعندي جامعات وعندي عندهم مسرح، مسرح جامعة الملك سعود يقدم من 10 سنوات على المسرح، يقدمون مسرحيات عالمية، وإلى نحن نملك فتيات يعملن في المسرح سواء مخرجين أو ممثلات. وأنا أستشهد بالنسبة للسينما وبالنسبة للتلفزيون، ألتقي كثيرا في المهرجانات من فتيات سعوديات خريجات. من جوائز ثلاثة العام الماضي كنت في مهرجان السينما بجدة قبل العام، وكان عندنا حوالي من جامعة عفة عدد كبير من المخرجات السينمائيات، ومن أبرزهم الآن اللي هي عهد كامل، تقدم مسلسل مهم جدا في التلفزيون البريطاني وتتحدث بلغة البريطانيين. إذن يوجد لدينا ناس مهتمين بالعمل المسرحي، ولا ننظر للمرأة من زاوية مختلفة، إنما هي ممثلة كالرجل ممثل على المسرح. وبالتالي أنا أقول نحن لدينا ممثلات ومخرجات ومؤلفات استطاعوا أن يحصلون على جوائز عالمية وإقليمية وخليجية في العمل الفني، لكن هل عقلية المسرح الحاضرة تستوعب وجود المرأة على المسرح؟ هنا السؤال. شكرا. لا سؤال بس، معلش أنا عندي سؤال بس، معلش اسمحوا لي بس، أنا لا دقيقة بس، لو تكرمت بس سؤال للأستاذ الفنان أستاذ عبد الله سناني من أحد الحضور، مسرح التلفزيون أين هو؟ بس لحظة يا
خليك ترد عليه خليك سيد منطقته. أنا لا أريد طويلا لأني لا أريد أن أتحول إلى قضية المراد مرة أخرى وأرد عليه ويرد علي كنصبح كشاعرين في عرضه يرد كل منا على الآخر. لكن في مجال المسرح أنت لا تستطيع أن تلعب. ليس قضية أنه أستوعب أنا المسرح يفرح بوجود المرأة على خشبة المسرح وستكون مسهلة له لكثير من الأمور وستضفي جمالا، لكن لا أستطيع أن أتي بها. يقول الآن سأدرب، نعم سأدرب الآن، لأنه ما قبل لم يكن هنالك أي تدريب وكانت المرأة مغيبة وكانت تشارك في مسرح خاص بها، وكلنا نعرف ماذا كان يقدم عن مسرح النسائي الخاص بها، هو ما غير مؤهل تماما. أعطني اسما نسائيا استطاع أن يحقق منجزا مسرحيا على العالم العربي، بينما أسماء الذكور كثيرة، وذلك ينطبق أيضا على أماكن أخرى. النقاش أيضا يطول في المنطقة هذا، لكن يجب أن ندرب. أنا أوقن أن لدي يقين أن هنالك كثير من فتياتنا لديهم استعداد، لكن صعودا إلى خشبة المسرح يحتاج إلى تدريب. المسرح ليس فنا سهلا، هو بحاجة لتدريب أو تدريبات كثيرة حتى يستطيع أن يصل إلى خشبة المسرح. وسأصطرع بعد ذلك مع عبد الله كما أشاء فيما بعد. أستاذ فهد كلمة فقط. الآن المؤسسة التعليمية عادت مرة أخرى للمسرح المدرسي بعد أن اعتبرته كما ذكرت رجسا من عمل الشيطان وتم التآمر عليه في الوزارة في أروقة الوزارة. الآن عودة مشوهة للأسف. أنا أدرب على المسرح المدرسي ومنسقة مشروع المسرح المدرسي في إدارة نشاط الطالبات تعليم جازان، وأنا الآن ذاهبة بعد غد إن شاء الله إلى القصيم لتقديم مسرحية شيء ما قادم، ولكن طلب منا عدم وضع أي موسيقى والاستعانة والاستبدالها بالآهات زقزقة العصافير. نعم، وهناك كثير من النصوص فازت وأخذت مراكز أول مثل الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، ونص شيء ما قادم حصل على المركز العاشر. لماذا سألت المنسقة في القصيم؟ قالت لي أن جميع النصوص مرت على لجان شرعية، والأستاذ عبد الله عقيل نظيري في تعليم البنين يشهد بذلك. ماذا ترجون مثل هذا الفعل من مؤسسة تعليمية الآن هي تؤسس لوجود مسرح مشوه؟ أنا ذاهبة لأقدم مسرحية المصاحب لها آهات. هي إضافة لنقطة ذكرتها، لا هي كلمتين، هذا لا يحصل في مسرح الأولاد، ويستخدمون الموسيقى ويستخدمون نصوص متطورة كثيرة ومتقدمة كثيرة حتى لا تصلح بعض الأحيان للمسرح المدرسي. لكن انظري إلى ما سيحصل، هذا موضوع آخر، وزارة التربية يجب أن تقوم بدورها تجاه هذا الموضوع. شكرا لكم، يعطيكم العافية جميعا. قد يكون آخر سؤال اللي وجهته لك الغليل، أين مسرح التلفزيون؟ مسرح التلفزيون يعني شرفني الأستاذ فهد وقدمنا فيه مسرحية فازت في الشارقة، وكانت هذا النموذج لمسيرة طويلة بالنسبة للمسرح. لكن لظروف انتقالي وفصل الوزارة وأصبحت وزارة الإعلام غير مهتمة بالعمل المسرحي، لأن المسرح انتقل إلى وزارة أخرى هي وزارة الثقافة، فبالتالي انفصل مسرح التلفزيون وأصبح مسرح التلفزيون منصب فقط للإعلام. والذاكرة عادة مسرح التلفزيون يقدم فيه اللي هي المونولوجست والطرب والأغاني، وكانت في البدايات. كيف يعاد ترتيبه من جديد؟ هذا تبع وزارة الإعلام. أنا الآن في وزارة الثقافة، فلم يكن لي يعني تكملة هذا المشوار مع مسرح التلفزيون. يعطيك العافية عبد الله. أود أن أعتذر من الذين وجهوا مداخلات ولم يعني يسعفني الوقت لإدلاء بها. أود أن أحيي السادة إلهام علي مدخلي، وهي من معلمة ابتدائية في معلمة ابتدائية بنات في الحد الجنوبي. شكرا لحضورك ومشاركتك هذه الندوة، وشكرا لكم جميعا. شكرا للنادي الأدبي بجازان، سعادة رئيس النادي والزملاء الذين استقبلونا بحفاوة
وصافحتونا بقلوبكم قبل أي شيء. شكرا للأستاذ فهد رد الحارثي، للأستاذ عبدالله السناني، والأستاذ ميسون أبو بكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا. استريحوا استريحوا استريح. إيه حبيبي استريح. أسعد الله مساءكم جميعا. بما أن الجلسة لم تنتهي فيدعوكم رئيس نادي جازان الأدبي أن يكون هناك جلسة شاي بعد العشاء بإذن الله لاستكمال هذه الحوارات الجميلة. أما الآن فأدعو سعادة رئيس نادي جازان الأدبي الشاعر كلمة قبل التكريم. رئيس النادي لازم يتكلم. يعني النشوة التي يعني أعيشها في هذه اللحظات بهذه الأمسية الرائعة وهذه الليلة الاستثنائية حقيقة على مستوى في مسيرة نادي جازان الأدبي ويمكن في المنطقة، هذه الليلة التي يعني تميزت بضيوفها أولا وبهذا الطرح العميق جدا جدا. أنا يعني أهنئ نفسي وأهنئ جازان بأن يعني تكون سابقة وسباقة لطرح مثل هذه القضايا العميقة التي يعني تمس يعني أعمق ويعني أدق تفاصيل حياتنا الاجتماعية. وأشكر يعني في هذه المناسبة ضيوفنا الأعزاء وفرسان ونجوم هذه الأمسية على هذا الإثراء وهذا الطرح العميق جدا جدا. وأتمنى أيضا أن تتواصل سلسلة الفن في مواجهة الإرهاب، ولعلي ستكون هناك حلقة ثانية الفن في مواجهة الإرهاب 2 في محور آخر ربما، لعلها فكرة الآن طرأت يعني من نشوتي بهذا المساء. أشكركم مجددا، أشكر هذا الحضور الرائع، أشكر الأخوات، أشكر كل العاملين الحقيقة، وأتمنى لكم مساء رائع. وأرجو أيضا أن تتواصلوا مع ناديكم نادي جازان الأدبي في برامجه القادمة، وأشكر لكم. سعادة رئيس نادي جازان الأدبي الشاعر الأستاذ حسن صلهبي، هذا وقت التكريم. أدعو الشاعرة الإعلامية الأستاذة ميسون أبو بكر تتفضل. أدعو مدير الندوة الدكتور وائل المالكي للتكريم. أدعو الفنان القدير والجميل والذي أسعدنا كثيرا الأستاذ عبدالله السناني.
أدعو الأديب والكاتب المسرح الكبير الأستاذ فهد بن ردة الحارثي. كما أنوه أنه سيكون هناك جلسة شاي لاستكمال حوارات الندوة، وبعد التكريم بإذن الله سيكون هناك تصوير أو صورة جماعية مع الضيوف. أستاذة ميسون، الدكتور وائل والأستاذ عبد الله سناني، صورة جماعية يريد الجمهور أن يتصور معكم. تفضل الجميع في صورة جماعية أمام المنصة، صورة جماعية. سيد علي ناجع، دكتور علي الصميلي، سيد علي ناجع، سيد عبد الله، دكتور وائل، ومن أراد الحربي، أستاذ أحمد الحربي، أحمد الحربي في الخارج،